All right, the slides واضحة وكل شيء. Yes, you can maximize, okay? هيك تمام. Yes, sir. اوكي، اهلا وسهلا فيكم جميعا زملائنا في الاردن من اطباء ومرضيين وباقي العاملين في القطاع الصحي. اليوم حيكون في انتراكتيف ورك شوب على مينلي على الانفكشن بريفنشن والكنترول بالكوفيد 19 بانديميك. و طبعا هذا الانفكشن كنترول اند بريفنشن بيختلف كثير بين سيتنج وسيتنج، يعني الحكي في المستشفى غير الحكي في العياده، بين كل مستشفى ومستشفى بفرق. فبطلب منكم اذا في اي شيء انحكى وما بتطبق في البلد او في مستشفاك، او اذا عندكم بوليسي ثانيه او بي بي مختلف، انك تكتبها بالتشات وان شاء الله بنتبع وراها. راح نبلش بانترودكشن للسارس كوفي 2 ترانسميشن، بعدين حيحكي على الانفكشن بريفنشن اند كنترول بالكلينيك، ذن ان امرجنسي كير، بعدين في المستشفى والاي سي يو. حنحكي شويه ابديتس على الكوفيد 19 ثيرابيوتكس، وبعدين ناخذ كويشن اند انسرز. حتى الكويشن حتى الكويشنز اللي بتنحط يعني ححاول اجمعهم كلهم للاخير ونخلي وقت ان شاء الله يكون كافي. لما نحكي على السارس كوفي او اي اذر ريسبيراتوري فيروس ترانسميشن، بدنا نفهم كيف بينتقل الفيروس من شخص لشخص او من انفايرمنت لشخص، وبالتالي كيف نحمي انفسنا بالشكل الاولى من انه تصيبنا العدوى، او كيف نحمي المرضى الاخرين. بالنسبه للسارس كوفي 2، المين ترانسميشن از هو الدايركت ترانسميشن من شخص لشخص. الاندايركت اللي هو ثرو ذا انفايرمنت جدا قليل ومش مهم كثير وسهل السيطره عليه صراحه. بشكل سريع لما نحكي انفايرمنتال ترانسميشن، اما انتقل عن طريق الاسطح او عن طريق الانيمالز. ما في كتير ستاديز او ما في كتير ريبورتس انه والله واحد مثلا عنده قطه في البيت والقطه جابت له الكورونا. فبس في ريبورتس انه في قطط وفي كلاب كان عندهم كورونا فيروس. كم مهم هذا الحكي مش كتير واضح، بس يبدو انه مش من المودز المهمه كتير. والسيرفس حنحكي عنها بعد شوي. الدايركت ترانسميشن من شخص لآخر هو بشكل يعني واضح جدا انه ثرو كلوز كونتاكت، يعني انت قريب من شخص مصاب، ومينلي عن طريق الدروبليتس ثم الدروبليتس ثم الدروبليتس. الاير بورن ترانسميشن او السيرفيس ترانسميشن قليل جدا في الكوفيد، وحتى الريبورتس يعني ضعيفه انه ممكن يكون اير بورن. ولكن اذا اهتمينا بالدروبليت ايزوليشن وكيف نمنعه، اغلب الحالات بين هيلث كير وركرز او حتى بالبيت بعائلاتنا بالشغل كلها بتخف. فنركز اهم شيء على الدروبليت. بشهر 10 السي دي سي حطت ابديت انه ممكن في ظروف معينه يكون في ايربورن ترانسميشن، ولكن هاي يعني صراحه ويك ايفيدنس، ما غيرت كتير بالبراكتس تبعنا، ومينلي بالاماكن اللي ما فيها جود فنتيليشن. ايش يعني دروبليت وايش يعني ايزوليشن؟ صراحه التفريق بينهم كتير فيج. يعني زمان كنا نحكي والله هو دروبليتس يعني بينتقل within 2 meters، او ايربون والله ممكن يكون ابعد. الفكره هي انه جزيئات الفيروس اللي بتطلع من الجهاز التنفسي بتنحمل على جزيئات رذاذ، وهاي حسب حجمها ووزنها والجو المحيط، يعني كيف الاير فلو في الغرفه، بتنتقل لمسافه معينه. الجزيئات الاكبر اللي هي مينلي في الريسبيراتوري فيروسز اللي بنسميها دروبلت ترانسميشن، اللي هي اكثر من اذا حدا بتطلع يعني او بهمه الستديز انه مور ذان 5 مايكرونز الدايمتر تبعهم، وهدول بشكل نسبي ثقال شوي، ف within seconds بينزلوا على الأسطح أو على الشخص اللي قبالك
بمسافة متر، يعني ممكن تحكي مترين. الايربورن يعني انه هدول الفيروسات انحملوا على جزيئات من الرذاذ الخفيفة كتير اللي هي طارت بسحابة من الهواء ووصلت للجهة الثانية من الغرفة، ممكن توصل ل 6 متر و7 متر. مينلي 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 الكوفيد 19 ترانسميشن هو دروبلتس، في حالات معينة ممكن يكون ايربورن. والدروبلت ترانسميشن مش شرط انه الواحد يعطس بوجهك او يسعل، الحكي لحاله بطلع دروبلتس، الغنى، الناس اللي بيلعبوا بالجيم، اذا واحد اكسرسايزنج ممكن يطلع دروبلتس. والمشكله بالبانديميك انه 60% من الترانسميشن كان من الناس اللي بدون سيمتومز، يعني زميلك بالشغل ما عنده اعراض قبل، يعني ما حيصير عنده اعراض، او انه قبل ما يصير الاعراض بيوم يومين بيكون انفكشس وبعدي الزملاء، او في مريض دخلته لاي سبب تاني قبل ما يبلش عليه الاعراض ممكن يكون انفكشس. منشان هيك اليونيفرسال ماسكينج انه كل حدا في المستشفى لازم يحط ماسك، الاطباء الممرضين العاملين في المستشفى من القطاع الصحي لازم يكون سيرجيكال ماسك اتليست، اذا كان البوليس تبعك بيسمح لك بزوار فكلوز ماسك از انف فور ذيم. بس اهم شيء تذكر انه كل حدا معرض ينعدي، حتى لو حكى لك انا عمري ما شفت واحد عنده كورونا، وزميلك اللي بتشوفه دائما وبتداوم معه ما عنده اعراض وبتقعد انت وياه بالبريك روم ممكن برضه يكون لقط العدوى وممكن يعطيك اياها قبل ما تطلع السيمتومز عنده. الترانسميشن بالمستشفيات ل رومز ثانية أو الهولويز ما عليهم ريبورتس قوية صراحة. هذا الترانسميشن كان ب نيرسينج هوم، وهم وهاي واحدة من الشغلات اللي فكر أول شيء إنه ممكن يكون إيربورن، إنه زي ما شايف أنت الإكس الأحمر هم المرضى اللي انتقل لهم، ولكن بس اطلعوا على الفلورز اللي فوق والتحت ما كان في مرضى او من العاملين في الطابق تحت والفوق صابوا الكوفيد، مع انه الاير فلو بيطلع لفوق ثرو ذا فنتيليشن سيستم وبينزل للطابق اللي تحت، بس ولا واحد منهم صابه. فالاغلب انها كانت دروبليت بين المرضى نفسهم، او انه مثلا طبيب او ممرض بينتقل بين المرضى ونقل العدوى، وهاي صراحة شفناها باكثر من مكان. هاي بس أمثلة على الترو ايربون انفكشنز، التشيكن بوكس والفاريسيلا. بتقدر تشوف انه مريض واحد بعدي مرضى كتير في غرف تانية بزمن قليل بصير بزمن قصير، وحتى في هذا المبنى الايربون ترانزميشن للفاريسيلا وصل الطوابق اللي فوق كمان. ف يعني الايربون أصعب السيطرة عليه، ولكن لا يبدو إنه السارس كوفي 2 is transmitted through airborne إلا again في ظروف معينة اللي هو الـ ventilation system مش كويس، فالرذاذ بوصل ل أو بيحمله الـ air flow لمكان أبعد من مترين. وبرضه يعني فكرة إنه هذا الحكي دروبلس ولا airborne يعني قديم شوي، لأنه يعني ممكن يكون مثلا على مترين ونص، ممكن يكون على متر، يعني مش شرط والله هي 5 مايكرونز والله وقف هون ونزل، لا يعني البيئة المحيطة بتحدد كتير من الترانسميشن. طيب شو نعمل عشان هيك؟ هل الماسك بينفع ولا لا؟ في هاي الاستوديو بتقدر تشوف انه هذا مش مريض عن جد، يعني هذا زي سيميوليشن، وشافوا الدروبليس وكيف تتحرك، وبتقدر تشوف انه على بعد 3 فيت كان في لحد وصل لحتى 12 فيت كان في لسه في دروبليس. وبتجربوا عدة انواع من الماسكات وقاسوا نفس الاشي، خف كتير الدروبليت. بتقدر تشوف حتى الماسك اللي هو القطن اللي بخيطوه في البيت او في المعامل خف الترانزميشن من 8 او 9 فيت ل 2.5 انش، يعني لكم من سنتي. الماسكات مهمة كتير وبتنفع،
وبتفيد وبتخفف الترانزميشن، ولازم تكون صراحة رول في كل مستشفى أو كل هيلث كير سيستم إنه كل حدا لازم يكون حاط ماسك. هاي استدي تاني برضو الدروبلس والإيرزولز، بتقدر تشوف هون لما حط الماسك في الأخضر هون أو بالأورنج بالإيرزولز إنهم ما كان في ترانسميشن، أو الأول لما أخذوا السامبلز وشافوا الفيرال كوبيز كانوا قليلين جدا. فالماسكات وين هون بينفعوا. هاي ستادي من أتوقع الصين أو هونج كونج، بتقدر تشوف هون المريض اللي عليه دائرة حمراء. الإشي الكويس اللي كان هون إنه كل المرضى اللي في الفلور هذا وكل الموظفين وحتى المريض نفسه اللي كان عنده كورونا كانوا حاطين ماسكات، والمريض دخل بنمونيا وما كانوا عارفين إنه عنده كوفيد 19، وبس اكتشفوا عزلوه. بس لما اتبعوا كل هدول المرضى بين 50 مريض و70 عامل في المستشفى، سوري، ولا واحد منهم لمدة شهر صابوا كورونا. فالماسك بيحمي بشكل كبير. وشفنا الحكي حتى برا المستشفيات، في ستاربكس كافيه في كتير من الزباين ما كانوا حاطين ماسكات، ونعدوا في الموظفين كان مجبورين من الإدارة نحطوا ماسكات، فأول واحد صار عنده كوفيد. شفنا اثنين بيشتغلوا بصالون بولاية ميزوري، شافوا 140 مريض، وبس لما كانوا بالبريك روم التنين اللي بيشتغلوا في الصالون ما كانوا يلتزموا بالماسك، فواحد منهم على الثاني. بس لما كان يدخل عندهم زبون كلهم كانوا يحطوا ماسكات، واللي بيشتغلوا كانوا يحطوا ماسكات. وحتى لما اشتغلوا ل 140 مريض وهم كانوا انفكشس بالكوفيد، ولا واحد من الزباين صار عنده كوفيد. فالماسك لما يلتزم في الطرفين بينفع. حنحكي بشكل مفصل أكثر على هاي الخطوات، كيف إنك implement policies to prevent the transmission في المستشفى، ولكن بدي أركز عليه هون إنه أهم إشي ال universal source control بالماسكس. الكل لازم يكون ملتزم فيه، والكل ممكن يصيبه. ببوسطن تقدر تشوف كان في ترانسميشن بين الهيلث كير وركر بالجهة الشمال من الجراف، اللي هي باللون أنا البينك. أسمع بقطع، بس أنا ما عم بشوف سلايداتك، الكل شايفهم؟ من متى ما بتشوفيهم؟ من دقيقة واحدة. Yes, you are right, Doctor. You are right. Please, Doctor Ahmad, you can share your slides, please. اوكي، ايش اخر سلايد؟ You can maximize the slide, right? Thank you. ايش اخر سلايد؟ I think انا هون اخر شيء كنت شايفه، بعديها ما كنت ما قدرت اشوف. Alright. هاي ستادي من بوسطن قبل بشهر ثلاثة، قبل ما كان في رولز على اليونيفرسال ماسكين في المستشفيات. بتقدر تشوف كيف كان الترانزميشن بين الهيلث كير وركر يطلع، وبعدين فرضوا انه يكون في اليونيفرسال ماسك بين الهيلث كير وركر، بعدين حكوا انه اي كل المرضى لازم يلبسوا ماسك، وبتقدر تشوف كيف الترانزميشن خف كتير بين المرضى وبين الهيلث كير وركرز. الماسك مش بس بخفف الترانزميشن، في اكثر من ثيوري، و يعني مش هالكود ايفيدنس، بس انه الماسك بيخفف الانوكولوم تبع الفيروس. فحتى لما يوصل الفيروس للمجاري التنفسيه للشخص اللي حاط الماسك بوصل بكميه اقل، فالاحتمال انه يصير اسيمتوماتيك انفكشن اكثر. وهذا بريبورت من السي دي سي قبل ما يطلع يونيفرسال ماسك والناس تلتزم، كان الريت اوف اسيمتوماتيك انفكشن 40%، وبعدين صرنا نشوف 80%. في كانت دراسه من الارجنتين على كروز شيب، وبس صار في ترانزميشن اعطوا كل الناس اللي على السفينه ماسك، والستاف اعطوهم 95.
وكان الاسيمتوماتيك انفكشن ريت 80%. في مصنع تاني لتصنيع اللحوم برضو اعطوا الكل ماسكات، والريت اوف اسيمتوماتيك انفكشن كان 95%. فالماس مش بس بيخفف الترانزميشن، حتى اذا صار في ترانزميشن الانوكلم تبع الفيروس بيكون اقل، وبالتالي الريت اوف اسيمتوماتيك انفكشن بيزيد. نحكي شوي على الايربون. اهم شغله انا كنت مخربط فيها زمان، انه طيب احنا بنحكي انه لازم الهواء يتحرك بسرعه اكثر بالغرفه، فليش ما نفتح شبابيك لبرا؟ يعني اذا الجو كويس وفي اماكن في العالم لسه الجو فيها لطيف، يعني بنفتح شبابيك وبنخلي الهواء يتغير بالناتشورال اير. بس بعدين اكتشفت انه في اكثر من دراسه، اذا انت عندك اميون كومبرومايز بيشنت هذول ات مور ريسك اوف فانجل انفكشن اذر انفكشنز، فبلا من هاي الطريقه. بعد ما عفوا، في مشكله في الصوت. الصوت واضح دكتور، أنا سمعتك. في كان تشات مسج، ما في صوت. أحياناً بيكون في مشاكل عند اللي بيحضروا. لما نحكي على مريض كان عندك بالغرفة وروح، متى تدخل على الغرفة أو كم سيف؟ إذا عندك مريض في العيادة شفته وطلع، متى السيف تدخل على الغرفة؟ إذا كان المريض عنده مثلا سعلة وأنت شكيت إنه في airborne transmission، هذا بيعتمد على كم سرعة تغيير الهواء بالغرفة. يعني إذا أنت الهواء بتغير بالساعة مرتين، فأنت بدك تقريبا 140 دقيقة عشان 99% من الاير يكون متغير والفيروس تطلع. وبالمستشفيات احنا بنحكي على الغرف الايربون اتليست لازم يكونوا 6. اللي فهمته انه بالمستشفيات الميدانية حيكون هذا الرقم اعلى بكتير، حيتغير 20 مرة بالساعة، which is احسن. فبتشوف زي ما انت شايف بالتيبل، كل ما كان تغيير الهواء بالغرفة اكتر بالساعة، كل ما الوقت اللازم انه يتغير الهواء وتكون ضامن انه ما في فيروسز بيكون اقل. بالنسبه للهيلث كير وركر، لازم يكون في تريننج وللجميع. يعني انت كنت متوقع بيشتغلوا عندك يشوفوا مرضى كورونا ولا ما كنت متوقع؟ ما بتعرف شو بصير بعدين، ممكن في ستاف يمرض، ممكن تضطر تجيب ستاف من مستشفيات تانية، ممكن تنقل بين الأقسام. فلازم الكل يكون متدرب. وأنا بحكي لكم، إحنا بشهر 3 أول إشي كنت فيلو، وكانوا يحكوا إنه ما في واحد من المتدربين راح يشوف أي مريض كورونا، راح نخليهم كلهم للأتندنج، فما عملوا لنا تريننج. شهر زمان كانت الكاسات كتير واضطروا يجيبونا، فصاروا يعملوا تريننج على السريع يلحقوا الكل، وما كان هالإفكتيف. فإذا عندك وقت، كل الهيلث كير وركر لازم ياخذوا تريننج على البي بي اي والدونينج والدوفينج. وبرضه يعني حتى اذا انت ممرض او طبيب وحضرت الفيديوهات وعملت تريننج، مش غلط اول كم من مره انك تعمل هذا التريننج قدام زميل او زميل لك، لانه يعني واحد فكر حاله بس حضر الفيديو انه خلاص مستر هالامور، وصار يعرف كيف يحط البي بي اي ويقيم البي بي اي. بس كتير غلطات بتصير، ومرات ما بنلاحظها احنا، بلاحظوها زملائنا. فعود حالك اول كم من مره انه تعمل الدونينج والدوفينج، اذا كان في زميلك موجود بكون احسن. في فيديوز، وممكن نبعت اللينك بعدين، من السي دي سي على اليوتيوب، فيها شرح كويس وحلو على الدونينج والدوفينج برضه، انه كثير مهمين، لو حضرتهم اكثر من مره مش غلط. الشيء اللي بنتذكره دائما انه اهم شيء بعد الماسك والهاند ووشنج، هاند ووشنج، هاند ووشنج. اذا متواجد سوليوشن في الكحول من 60% ل 95% بيكون احسن. اذا ما في، بتستخدم المي والصابون لاتليست 20 سكندز. إذا أنت بتشتغل في مستشفى وفي راوند وفي أكثر من حدا، كل ما يدخل على الغرفة ويطلع بده يغسل إيده 20 سكند، بجوز مش براكتيكال، فأحسن يكون في الكوهول بيست سوليوشن
انك تحط على ايدك وانت ماشي تعمل رابنج للهاندز وتغسل ايديك. الجلافز والجاونز، الجلافز مش لازم يكون ستيريل بس لازم يتغيروا بين كل مريض ومريض. يعني اذا انت دخلت على مريض وفحصته وفحط الجلافز بس تطلع، حتى لو دخلت على مريض كورونا تاني لازم تغير جلافز، تغسل ايديك وتلبس جلافز جداد وتدخل على المريض اللي بعده. هلا اذا كنت انت بتشتغل بكوفيد يونيتس او عندك اكثر من مريض عنده كورونا وما في سبب تاني للعزل بيناتهم، زي واحد عنده مالتي دراج ريزيستنت بكتيريا، فممكن تستخدم نفس الجاون اذا ما كان سويلد او ما كان عليه افرازات من مريض او سوائل. اذا دخلت على المريض وفحصته والجاون ضله نظيف ممكن تستخدمه بين مريض ومريض، بس بتذكر انك تغير الجلوفز. اذا انت بتشتغل في هيلث كير سيستم ما تستخدم الجلوف ماسك في المستشفى. اذا بتقدر ومتوفر وانت كوفيد يونت تستخدم N95، اذا ما بتقدر وما في بروسيجر تعمل ايرولايزيشن السيرجيكال ماسك از انف. وما تنسى الاي بروتكشن، ما في ايفيدنس كتير على انه الناس اللي ما حطوها مثلا او انه لما تحطها بتحمي او كونجكتيفال ترانسميشن، بس لقوا في اكثر من اي ثينك اتليست وان ستادي انه الناس اللي التزموا بالماسك والاي بروتكشن كانوا محميين اكثر من الناس اللي التزموا بالماسك لحاله. فلا تنسى الاي بروتكشن. زي ما حكينا مينلي الترانسميشن دروبليت، فور دروبليتس السيرجيكال ماسك والاي بروتكشن از انف. في حالات معينه في بروسيجرز بتعمل ايروسوليزيشن بنسميهم اي جي بي ايروسول جينيريتنج بروسيجرز، وهدول بيؤدوا الى تطاير اكبر واسرع واكثر فعاليه للرذاذ، بصير زي الاير بورن. في هدول البروسيجرز لازم يكون في N95، اهمهم البرونكوسكوبي، اي مريض على هاي فلو نيزل كانيولا، ما ننسى النيبولايزيشن، مريض انتوبيتد، مريض على تريك، اذا المريض اضطر تعمل له ابر اندوسكوبي لازم تكون انت في غرفه بان 95. الشغلات صراحه اللي بننساها المريض اللي هو ستيبل على هاي فلو نيزل كانيول، هذا يعتبر ترانسميشن اي جي بي ولازم تكون في 95. والشغله الثانيه اللي هي النيبولايزرز برضه بننساهم، بس هم يعتبروا من الاي جي بيز. اه سوري، والسي بي ار، ما تستعجل بالسي بي ار. السي بي ار بروسيجر تعمل ايرتواليزيشن وهاي ريسك وانت قريب كثير من وجه المريض. المريض الكورونا صراحه اذا وصل لمرحله سي بي ار ف الريسك اوف انه او التشانس انه سرفايف از فيري لو، فانت بتعرض نفسك اذا ما كنت حاط البروبر بي بي اي وبتعرض زملائك بالغرفه لريسك اوف انفكشن بدون كتير بنفيت. فما بحكي ما تعمل سي بي ار، اعمل سي بي ار واعمل امشي على البوليسي والبروسيجرز اللي في المستشفى، بس اتاكد انك حامي حالك وحاط بروتكشن اون 95 وجاون وجلوفز. اذا كان في بروسيجر اي جي بي بالغرفه خفف كتير من الهيلث كير وركر بالغرفه هذيك، يعني مش شرط الميديكال ستودنتس والريزيدنتس كلهم يكونوا موجودين، ممكن يطلعوا من برا او تقسمهم على البروسيجر المختلفه. اذا في ممرضين وفي طلاب تمريض مش شرط يدخلوا على كل مريض. وبس تخلص من البروسيجر تاكد انك تنظف الغرفه زي لكن المريض طلع. النقطه على الايربون ايزوليشن روم، ده اذا عندك ايربون ايزوليشن روم الغرفه لازم يكون لها باب ولازم يكون باب مسكر دائما، واتليست يكون في اير اكسشينج 6 مرات بالساعة. ودائما نتأكد من الصيانة هم بيشيكوا على هاي الشغلة، مش والله انه اخر مرة شيكوا عليها قبل 3 4 سنين واحنا يعني معتبرين هاي الغرفة ايربون وبعدين نكتشف انه مثلا في مشكلة بالمينتنس، فتأكد انه المينتنس دائما بيشيكوا عليها. واجين التدريب مهم خاصة لل N95، دكتور حسام حكي شوي عنه. كلمتين على الـ extended use and reuse. هلا قبل كورونا وقبل ما يكون في pandemics
ال N95 المفروض انه تحطه مره تدخل على المريض، تطلع من غرفه المريض تكبه. ولكن هذا الشيء مستحيل في اي مكان في العالم هلا، انك انت كل مريض بتشوفه تضيع N95. فصار في جايدنس على الاكستندد يوز والريوز. لما نحكي اكستندد يوز يعني انك انت بكوفيد يونت وعندك كل المرضى كورونا وحطيت الماسك وكملت الشيفت تبعك بال 95 دون ما تقيمه. الريوز مثلا اذا انت بتتنقل بين مرضى ثانيين، انت اخصائي جراحه عندك مرضى كوفيد بتعمل عمليات وعندك مرضى مش كوفيد، اذا انت ممرض وبتتعامل في اكثر من يونت، اذا انت مثلا تكنيشن بريديولوجي وبتعمل اكس ريز لاكثر من مكان، فانت مش شرط تحط ان انتفاع على طول الوقت، فبتقدر تقيمه تحطه بكيس تهويته كويس زي يكون من ورق مش بلاستيك، وتاكد انك تغسل اليك ايديك قبل وبعد ما تلمس الماسك. وممكن تستخدمه as long as الماسك نفسه شكله يعني مش ديفكتد، ما في عليه دم من مريض، ما في عليه افرازات من مريض، ما في يعني مش شايف انه انت خربان او ممزوع او شيء من هيك. ما حكيناها. الترانسميشن من السيرفيسز اقل من الدروبلت، ولحد الان ما يعني في ستاديز شافت انه غرف المرضى لقطوا فيها. معك دقيقة واحدة بليز. 1 minute. يعني ويركز كثير على الانفيرومنتال ديسانفكتنت، في شغلات كثير ننساها، بس اهم شيء الاسطح الاكثر لمسا. كيف نحمي حالنا؟ اتذكر انك انت برا المستشفى زي اي شخص ثاني، حاول تخفف من التجمعات دائما بالماسك اذا طلعت رحت على اماكن ثانيه. بالبريك روم حاول انك مثلا تاكل غداك او الفطور لحالك، التزم بالماسك اذا في حدا. الميتنجز حولوها كلها فيرتشوال، ودائما يتأكد انك بتساعد زملائك وزملائك بيساعدوك بالبي بي اي والهاند واشنج. I think I'm done on time. هلا بدنا راح نحكي على كيس ونمشي فيها من الكلينيك للاي ار لل للمستشفى. و خليني ابلش دغري. حتكون معنا الدكتوره رزان رمحي انفكشن ديزيز من الباما، ودكتورة رزان هتحكي لنا شوي على الانفكشن كنترول بالاو بيشنت كلينيك. في مريض كان عمره 62 سنة، عنده ضغط وسكري وامراض في القلب. يوم الخميس كان بتجمع للعيلة، صحي يوم الاثنين الصبح، شوية حرارة، صداع، وبحكي لك بطلت اشم كويس، وفجأة اجى على العيادة. بالعياده حكى لك انه والله الجمعه يوم الخميس طلع فيها واحد مريض كوفيد ما كنت عارف عنه. بالعياده المريض شوي فبرايل، حراره 38.5، اذروايز ستيبل، الاكزامينيشن كويس، والاوتوسات تبعه 96% على روم اير. فدكتور رزان، كيف الواحد يجهز العياده لحالات ممكن تصير زي هيك؟ ايش ممكن نعمل ايزوليشن في العياده؟ واذا روحنا المريض على البيت شو لازم ننصحه؟ واذا ممكن تحكي لنا يعني المريض كثير مرضى هلا قاعدين في بيوتهم، متى نحكي لهم يروحوا على الطوارئ والشغلات اللي لازم يتابعوها؟ I will stop sharing my slides. Thank you. شكرا كثير للمنظمين على دعوتنا نحكي عن هاي المواضيع المهمه كثير. راح اعمل شير للسلايدز تبعوني. زبط؟ Good, okay. Yes, دكتور. شكرا. Okay. زي ما الدكتور عماد تفضل، راح أحكي أنا عن إيش الأشياء اللي ideal بدنا نعملها بالambulatory setting عشان نخفف من العدوى للمرضى للموظفين بـ COVID-19 إذا إجانا مريض suspected أو confirmed COVID-19. Objectives اللي هحكي عنها، أول إشي رح نشوف إيش الاستراتيجيز اللي ممكن نعملها عشان نخفف هاي الريسك، إنه زي ما حكينا نعدي مرضى آخرين،
وانه ايش لازم نجرب وايش لازم يكون عندنا بروتوكولات للموظفين جميعا في الامبيولاتوري سيتنج حتى نتعامل مع هاي المواقف. بستخدم اكثر الريسورسز اللي استخدمتها يعني متواجده، سوري في حدا عم يعمل annotation request، اعمل decline. decline design. اوكي. معظم الريسورسز او المكان اللي استخدمته يعني متواجد هي على صفحه السي دي سي، حطيت هنا two links، معظم المعلومات طلعتهم منهم. فلما نحكي عن outpatient او ambulatory setting احنا عم نحكي عن يعني مجموعة كبيرة من الأماكن اللي المرضى ممكن يجوا فيها بأعراض أو بدون أعراض وبدهم you know healthcare، بدهم يجوا ممكن ما يكونوا مرضين. هي زي العيادات اللي بتكون مثلا داخل مستشفى خارج مستشفى، ممكن العيادات اللي بتكون بخاصة بمجمع طبي حالها، حتى ممكن اللي هي الأماكن الثانية اللي قاعدة بتقدم خدمات طبية للمرضى خارجية زي العلاج الطبيعي، التأهيل، الأشعة الخارجية، المختبرات، حتى الصيدليات. لازم هدول كلهم يفكروا كيف بدنا نخفف من خطر إصابة أي ناس آخرين والموظفين بالمرض. فبنحط إحنا أهداف في بالنا لما نيجي نصمم بروتوكول أو بلانز لهاي الأمور. أول إشي بدنا نحاول إنه يكون عنا آليات نلقط هدول المرضى بسرعة، يكون في عنا آلية نعرف إنه في مريض جاي suspected مثلاً أو confirmed، إيش اللي رح نعمله في هذا المريض، هذا رح نحكي عنه. هدفنا من الأهداف الأساسية المهمة جداً هي إنه نحمي الموظفين الفرونتلاين workers، الإسنشال workers، الناس اللي قاعدين بيشتغلوا بيعتنوا في المرضى الآخرين، وكمان نحمي المرضى اللي جايين لخدمات طبية أخرى. يعني في مثال شخصي، أنا ولدت بشهر 4 يعني في عز لما الأمور كانت عم تزيد في الكورونا، وكانت واحدة من المخاوف عندي إني أروح على المستشفى أولاد وإني أخذ البيبي ياخذ المطاعيم المهمة، يعني ما بدي طبعاً تروح عنه مطاعمه. فواحدة من الأشياء اللي شوي طمأنتني لما شفت كل البوليسيز والبروتوكولز اللي عاملينها المستشفى والعيادة، عيادة الأطفال، رح نحكي عن بعض الأمثلة منها هلأ بالسلايدات الجايين، إنه ما بدنا إحنا المرضى اللي عندهم أشياء ضرورية زي مثلاً تطعيم النيوبورن، فحص النيوبورن، الإميات اللي بدهم يروحوا للولادة أو أمثلة أخرى طبعاً، إن يكونوا خايفين إنهم to seek care يروحوا على العيادة أو على المستشفى. فهاي واحدة من الأهداف طبعاً الرئيسية. كمان زي ما الدكتور عماد تفضل حكى، مهم جداً يكون عندنا تدريب وتعليم للستاف جميعاً كيف يتعاملوا وكيف يستخدموا البي بي اي. وكمان بيفيد كتير أنه يكون في علاقات مع ناس عندهم تخصص أو خبرة بالإنفكشن بريفنشن أند كنترول، يكونوا متواجدين للمجموعة للعيادة عشان يجاوبوا على أسئلة يساعدوا بهدول التخطيط لهاي الأمور، وإنهم كمان يكونوا مرجع لكم يعني للأسئلة. فأول إشي بدي أحكي عنه هو إحنا هلأ في pandemic situation، فبدنا نغير، we have to adapt and change، ونغير أشياء كثيرة بنعملها. فواحدة من الأمور اللي يعني أمثلة ممكن الناس تعملها عشان تساعد إنه نعمل segregation. يعني إيش يعني segregation؟ يعني أو ممكن كلمة تانية أحكي cohorting، بس كل واحد بيعرف إيش عيادته وإيش السيتنج تبعها. مثلاً إذا العيادة إحنا عندنا المرضى بتيجي بس بمواعيد، بدنا نشتغل على هاي الستيب. هاي الستيب أول إشي اللي هي المواعيد، لما يحكوا ياخدوا موعد بدنا أسئلة معينة تنسأل نعرف هذا المريض جاي سيك فيزيت ولا روتين ويل فيزيت، وإيش رح نعمل فيه. إذا حكى على الموعد يحكي إنه هو تعبان، بدنا نعرف إيش بدنا نعمل. الإشي الثاني، إذا ما في مواعيد مثلاً بدنا نحط زي ما بدي أحكي حواجز، بس هي شبه حواجز، إنه عشان المريض ما فجأة يفوت ويدخل على العيادة وإحنا مش عارفين، هو مش لابس ماسك مثلاً ومش عارفين إنه ممكن يكون عنده كورونا وعدا 20 واحد على الطريق. فواحدة من الأفكار اللي الناس استخدمتها هي إنه مثلاً يحكوا أنا أوكي أنا عيادة مثلاً طب الأسرة، أنا بشوف كتير، بشوف كل الأعمار، بشوف أشياء كتير، رح أحدد العيادة الصباحية بس للويل فيزيتس، الناس اللي جايين ما عندهم أعراض طبعاً رح نعملهم سكرينينج قبل ما يجي. العيادة المسائية رح تكون للأرجنت كير سيك فيزيتس. أو مثلاً نغير الأيام، مثلاً نحكي أنا 2 4 جمعة رح أعمل الألتراساوند للأميات الهاي ريسك بريجننسي، إذا مثلاً عيادة نسائية وتوليد، الأيام الثانية رح نشوف فيها مثلاً المرضى اللي جايين سيك فيزيتس. أو مثلاً إذا المجال بيسمح بالمبنى عندكم،
انه تفرقوا هاي الاماكن. يعني تحكي جهه اليمين عيادات اليمين مفصولين عن هذلاك العيادات، هذول هاي نسميهم respiratory illness clinic، اي مريض عنده respiratory symptoms راح يروح على هاي العيادات، ما راح يختلط مع الناس التانيين اللي جايين لويل فيزيت في مكان اخر. فواحدة من الأمثلة مثلاً أنه نحط ساين على الباب نحكي للمرضى إذا عندك هاي السيمتومز لو سمحت احكي تليفون، أو مثلاً روح على هذا المكان المعين ما تدخل على هذا المبنى. الإشي الثاني ممكن إذا مثلاً كل واحد رح يعرف كيف مبناه وكيف الأشياء اللي بيقدر يعملها، يعني إنه نكون كرياتيف، يحكي للمرضى يستنوا بالسيارة، إنه يشوفوا الساين على الباب نقول لهم استنوا بالسيارة واحكوا معنا تليفون إحنا رح نناديكم مثلاً لما نجهز الغرفة، أو نسأل أسئلة السكرينينج إذا إحنا محتاجين. بحس كتير مهم إنه يكون في مكان واحد يفوتوا فيه عن المبنى، لأنه ما بدك المرضى يفوتوا من أكثر من مكان وما نعرف يعني نلقطهم، ما رح نقدر عنا resources ناس يعدوا زي screening tables على كل مدخل. فإنه يكون مدخل واحد بس مثلاً، أو مدخل يعني إذا مبنى كبير كتير، ويكون one way الأفضل، يعني الناس تفوت منه بس ما يعني يطلعوا من مكان آخر، عشان كمان نخفف تزاحم الناس على أماكن معينة. screening station هاي very common هلأ صارت، يعني بشوفها في كل مكان بال healthcare systems. بيكون فيها شخص أو شخصين قاعدين على طاولة معهم sanitizers، معهم masks، عندهم ورقة بتكون محضرة، بيسألوا أسئلة للمرضى، مثلا بيسألوهم عن أي common symptoms تبعت COVID-19، بيسألوهم إذا كانوا exposed، تعرضوا لحدا عنده COVID-19 مثلا آخر أي أسبوعين، بيعملوا temperature check سريعة. ولازم يعني مش بس نعطيهم الأسئلة، لازم نقولهم إيش تعملوا إذا مثلا شخص جاوب نعم، إيش 1 2 3 this is what you're gonna do. مثلا هذا المريض إذا جاوب هيك بتكون بتقولوا له مثلا يستنى برا أو تعزلوه في مكان بعدوه عن الناس، تعطوه ماسك، تحكي مع الطبيب مثلا المسؤول عن العيادة اللي المريض جاي عليها تشوف إيش رح يعملوا، بدنا ندخله، بدنا نحكي مع التليفون أول، كل هاي الأمور نكون مفكرين فيها. كمان يمكن هاي الأشياء إنه بديهية بس ضرورية جدا، عشان مرات المرضى بينسوا، خصوصا إذا مريض جاي ومتوتر من موعد، أو بدنا نحط ساينز يعني تذكرهم بالأشياء الضرورية الأساسية اللي هي مثلا نقول لهم إحنا غطاء الوجه هذا ضروري، ما حتفوت على المبنى إلا بغطاء وجه، نحط ساين عند الباب. نوفر لهم أماكن سانيتايزينج، هاند سانيتايزينج ستيشنز مع ساينز تقول لهم هون لازم تعقموا إيديكم مثلا عند منطقة الانتظار، عند منطقة دخول العيادة. نذكر بالتباعد الجسدي، نذكر ب انه لما يفوتوا على المصاعد، يا اما اذا المصعد صغير مثلا انه بنحكي بس العيله اللي جاي مع بعض، ويفضل طبعا ما يكون كثير ناس جايين مع المريض، رح نحكي عنها بس مثلا العيله اللي جايين مع بعض او شخص واحد او شخصين بس مسموح في المصاعد. اذا مصعد كبير كثير ممكن نسمح مثلا لاربع اشخاص ونقول لهم توزعوا على الزوايا، نحط لهم ساينز برضو. إذا في مريض رح ندخله على غرفة الانتظار مثلاً مدة معينة قصيرة، نوزع الكراسي عشان نحط أكسات، عشان برضو هاي الأشياء الفيجوال للمرضى لما تشوفها رح تفيد أكتر من إنه مثلاً بس نحكي عنها. نحاول مثلا اذا في بيبر ورك او اي شيء لازم ينعمل نخلي المريض يعمله يا اما خارج العياده اذا جو منيح او بسيارته، بدل ما انه نخلي المرضى يقعدوا في منطقه الانتظار بس يعبوا بيبر ورك. طبعا لازم نكون مخصصين ناس معينين، مثلا اليوم فلان مهمته انه يعمل كل الديس انفكشن فريكوينتلي للاماكن اللي بتمسك كثير والتعقيم. سوري. الإشي الثاني كمان لازم نفكر فيه حسب طبعا الكابابيليتيز وحسب قديش الناس بتقدر تعمل، هو انه نحاول يعني نغير بطريقه الدليفري اوف كير، يعني اذا بنقدر نعمل اشياء عن طريق فيديو او تليفون بدل ما انه نعملها ان بيرسون. يعني هاي واحدة من الأشياء اللي كتير انتشرت هلا في وقت البانديميك، إنه إذا مريض مثلاً ما عنده كوموربيديتيز، مش خايفين عليه، مريض صغير بيحكي تليفون بيحكي أنا عندي هيك هيك أعراض، ممكن بس إنه الطبيب يحكي معه عن طريق الفيديو يشوف أعراضه، يأسس كيف بتنفس، ويعطيه الانستركشنز من دون ما إنه يجيبه على العيادة، ويعني يعطيه انستركشنز كيف يفحص ينفحص إذا كان لازم ينفحص. الإشي الثاني كمان ممكن نفكر فيه خصوصاً من الكوميونيتي ترانسميشن عالي كتير، إنه نلغي أو نأجل بعض المواعيد أو بعض الأوتبيشن بروسيجرز إذا في ما إلها داعي إنها تنحصل هلأ، خصوصاً هلأ يعني الكوميونيتي ترانسميشن is very high. نحاول إنه كمان نفكر بالمريض إنه ما بدنا يجي كتير ياخد أدوية مثلاً كل شهر كل شهرين، خصوصاً المرضى اللي مثلاً صارهم سنين على نفس الدواء تبع الضغط أو السكري.
نعطيهم وصفة تكفيهم لثلاث شهور ست شهور قد ما نقدر، عشان ما يضلهم يجوا يعملوا ريفيلز بالصيدلية، يجوا مثلاً على العيادة ياخدوا وصفة. كله هذا بنخفف من تزاحم الناس، أعداد الناس اللي تيجي، بنخفف من خطر إنه الناس تنشر المرض بدون ما تعرف. كمان للعيادات إذا أمكن نخفف من إنه المرافقين، يعني هاي واحدة من الساينز ممكن نحطها كمان على الباب قبل ما يفوتوا الناس، إنه مثلا مرافق واحد مسموح أو مثلا مو مرافقين. يعني إذا مثلا حندق الزهايمرز مريض محتاج حدا يفوت معه، بدنا مرافق معه. الأطفال طبعا يا الأم يا الأب لازم حدا يفوت معهم، بس غير هيك نحاول نخفف جدا من المرافقين والزوار. فالمريض هذا تبعنا اللي حكى عنه دكتور عماد إجا على العيادة وشاف ساين على الباب، الباب الوحيد اللي بيقدر يفوت منه، قال له إنه أنت عندك هاي السيمتومز احكي معنا تليفون قبل ما تفوت على المبنى. حكى تليفون، ردت عليه الترياج نيرس اللي احنا مخصصينها إنه to answer these calls، قالت له ممكن أحولك virtual visit أو ممكن إنه ندخلك على العيادة عشان تنفحص. وزي ما حكيت رح يكون احنا مخططين من قبل هدول المرضى وين رح نوديهم، بنفس المبنى في مبنى آخر مجاور أو مثلا بأوقات معينة من اليوم. فهلا كيف بدنا نحضر هاي الفاسيليتيز انهم يستقبلوا هدول المرضى اللي هم suspected أو confirmed؟ yes 5 minutes sure. اول اشي بدنا نحمي المرضى طبعا، فيعني it's both ways. فما نحكي للستاف إنه please إذا عندكم أي أعراض stay at home. الإشي اللي هلا يعني ما رح أقعد كتير عليه وقت، بس دكتور عماد حكى عنه كتير مهم جدا جدا جدا، التمرين والتدريب للموظفين كيف يحطوا donning doffing لل PPE، نعمل fit testing لل N95. الدكتور حسام رح يحكي عن الموضوع كمان. نكون عاملين يعني إذا أنت جايب مثلا شخص من عيادة تانية ما بعرف عيادتك، لازم نكون حاطين signs معينة نورجيهم هون ال PPE هون موجود، this is where we store it، وهون لما تفوت على عيادة هون رح تشلح مثلا الجاون والجلوفز وتكبها. كل هاي الأشياء تكون متواجدة وواضحة. وكمان يكون عندنا شخص في العيادة دائما بيعمل جرد يتأكد مثلا احنا عندنا enough PPE، عندنا enough soaps، عندنا enough disinfectants، عندنا enough cleaning supplies. كل هاي الأشياء نتأكد إنها موجودة متواجدة دائما، وإذا مش متواجدة يكون عندنا plan B إيش رح نعمل، كيف بدنا نخفف استخدامها بطريقة سيف من دون ما تعرض الآخرين للخطر. زي ما حكينا ما أعيد كثير على السلايد، بس هي أهم نقطة إنه نحاول نتعرف على هدول المرضى على السريع ويكون عندنا آلية ل to screen them early وإيش رح نتعامل معهم وندخلهم. طبعا كل setting رح يكون غير عن الآخر. المريض لازم نحط عليه ماسك أول ما إذا مش لابس ماسك already جاي من البيت. ندخله على مريض suspected or proven for COVID-19، ندخله على غرفة single مش مع مرضى آخرين. زي ما حكينا نحاول ما يستنى بالwaiting area as much as possible. نسكر باب للممر دائما يكون مسكر. دكتور عماد حكى عن شغلة الـ air exchange وفتح الشبابيك. طبعا احنا ما بنفضل انه تنفتح الشبابيك بالhealth facilities ابدا، بس اذا انت في عيادة مبنى مثلا سكني او مبنى ما فيه air exchanges وقتها الاشي الثاني يعني الالترناتيف رح يكون انه نفتح الشبابيك عشان نعمل ventilation للغرفة، يعني افضل من لا شيء من انه تكون الغرفة مسكرة اذا الجو بيسمح. طبعا هلا كل الهيلث كير بروفايدرز اللي راح يفوتوا يفحصوا المريض راح يمسكوه، راح يكونوا اللي هم دروبليت بلس كونتاكت بريكوشنز، يعني بنكونوا فول بي بي اي ماسك اي بروتكشن جاون جلوفز. استخدام سيرجيكال ماسك فيرسز N95 ماسك راح يكون معتمد على راح يكون في ايروسول جينيريتنج بروسيجر جوا الغرفه او لا، وكمان اذا قديش انت متوفر عندك. طبعا احنا دائما بنحكي الايديال انه N95 ماسك اذا الواحد بيتعامل مع مرضى كوفيد، بس اذا مش متواجدين يو كان الوكيت حسب الحاله. هلا الغرفه هاي اللي استخدمناها حطينا فيها I think we lost Dr. Razan. Yes, I think she has a problem. She's maybe having connection issues. Shall we wait a few seconds? Yes, we can wait.
Okay, Razan, we lost you for a few seconds. ما سمعنا آخر ممكن 20 ثانية. Sorry, when I'm back, okay. When was we are on the same slide. We are on the same slide. Same, okay. This slide. Okay. Yeah, هي نقطة الغرفة زي ما حكينا الدكتور عماد حكى عنها يعني العوامل اللي رح تأثر على قديش الغرفة لازم تضلها مسكرة زي ما حكينا إذا صار erosive generating procedure إذا المريض كان يعطس كتير ويسعل قديش قعد المريض مثلا قعد بس دقيقتين ثلاثة ولا قعد ساعة قديش الـ air exchange في الغرفة قديش حجم الغرفة فكل هاي العوامل بتأثر فكل ما المريض قعد أكتر كل ما الغرفة كانت صغيرة ما كان في air exchange رح نسكر الغرفة أكتر فهاي أشياء لازم نفكر فيها لما بدنا نحدد الأماكن المعينة اللي رح نشوف فيهم هدول المرضى يعني قدر يكون عندنا غرف متواجدة للمرضى اللي رح يجوا كمان جزء من التدريب مهم جدا هو تدريب كيف الديسانفكشن والكلينينج تيرمينال كلينينج للموظفين للغرف العيادة ولا برا غرف الانتظار هلا back to our patient دكتور عماد شفناه في العيادة وعملنا له fast tracking والدكتور فحصه in full PPE وشاف ال vital signs والدكتور عماد ذكرهم ال pulse ox تبعه منيح والمريض stable عنده mild symptoms فقرر إنه يبعته على البيت في إشي تاني بدك تزيده دكتور عماد لا هل continue from here. طيب زي ما حكينا المريض روع على البيت ودكتورة في العيادة أعطته تعليمات إذا تعب زيادة إذا النفس تغير إنه يحكي مرة تانية فبعد ثلاث أربع أيام زوجة المريض بتحكي حاس حاله تعبان بيقدرش يكمل جمل فحصول فحص البي سي ار بالعياده رجع بوزيتيف فدكتوره زان حكت لهم خلي المريض يروح على الطوارئ وشغله مهمه ما ننساها انه دكتوره زان حكت مع الطوارئ وحكت لهم في مريض كوفيد جاي بالطريق فانت يعني خذوا الاحتياطات انه هو كوفيد المريض وصل على الطوارئ ضغطه كويس شوي تاكي كاردك بتنفس بسرعة والأوتوسات تبعه كان 86% على الروم اير كان بمودريت ديستريس وحطيناه على لو فلو نيزل كانيولا وتحسن الأوتوسات تبعه ل 95% عملنا له اكس راي وشفنا شوية تشينجز فور كوفيد 19 هون بننتقل للدكتورة زينة العيسى انفكشن ديزيز بكاليفورنيا وراح تحكي لنا على الانفكشن بريفنشن اند كنترول Infection prevention and control بالـ ER كيف نعمل triaging و cohorting للpatients إذا في procedure لازم تنعمل أو X-ray زي المريض تبعنا وكيف ننقل المريض من الـ ER للأقسام الثانية أو للطوابق تفضلي دكتورة زينة trying to share أنا بحاول أعمل share Can you see my slides? We can see your slides, yeah. All right. Assalamu alaikum jami'an. Shukran la USA la tanzeem hai faaliya. And as you know, I'm from California. When anna akter ta'adad la halat COVID lil'an fi al-Wilayat al-Muttahada al-Amerikiya lil'asaf. As of December 11, our total cases are approaching 1.5 million. والتعداد اليومي يوم الجمعة كان 35,000 حالة وهذا we are now living the second surge unfortunately in California. We've learned a lot over the last 9 months and it started in March. This is the our emergency room in Oakland from Highland Hospital. Emergency room staff wearing PPE. They are in full PPE. Waiting for patients to be tested and triaged appropriately. طبعا زي ما حكت الدكتورة رزان والدكتور عماد تلالي annotation request shall I decline or approve? Decline.
Yeah, decline. Decline. Okay. All right. So, زي ما تكلمنا وحكوا زملائي الدكتور رزان والدكتور عماد يفضل إنه المريض يتواصل بالتليفون بالبداية قبل مجيئه للطوارئ. يفضل إنه يتواصل على مع the primary care physician or family practice clinics in order to be tested as an outpatient. We do have Native American Health Center here. We have walk-in testing sites or by appointment where they are located outdoor, and we have signs everywhere for them to enforce practicing social distancing. They should be wearing their masks and they stay in line with clear signs to direct them what to do. طبعا في حالات زي ما الحاله تبعتنا مع الدكتور عماد اضطر توصل للطوارئ we have to take care of them. In the emergency room, we should have signs everywhere, signs to limit visitations. It's preferable not to have visitors if we have to have family members coming with them in the emergency rooms. We are prepared to reinforce social distancing by blocking chairs, for example, to enhance social distancing. They have to have their masks on while they are waiting for their relatives. Clear signs should direct patients to go immediately to registration desks, and then we cohort patients based on common characteristics. For example, placing two patients in the same room that are both positive for COVID-19. A cohort may be limited to a single semi-private room. ممكن حسب الأعداد نضطر نستخدم multiple rooms أو نضطر نعمل floor أو entire unit for COVID patients, like a COVID unit. What's permissible to cohort is asymptomatic patients with asymptomatic patients, negative test patients with negative test patients, or positive test patients with positive test patients. It's not permissible to have symptomatic patients but with opposite tests, like one is positive for the infection and the other one is negative, or one is negative and the other one is having a pending result or the test is not known to us. For asymptomatic patients, they can be together if they have the same test status, both positive or both negative. Even if they are asymptomatic, هم ما عندهم أعراض إنهم ينشروا أو يكحوا زي ما حكى الدكتور عماد ممكن ينتشر بس من التكلم. لذلك you have to have the curtains pulled all the time to provide a physical barrier, and this will permit them to remove their masks and take mask break if they want to. Whenever possible, it's preferable to have the beds 6 feet apart. And if they have to ambulate, we have to make sure that they wear their face masks. And it should be limited ambulation. It's only for essential needs, like if they want to go to the bathroom or if we are transporting them for tests. Of course, we have to follow the PPE policies and hand hygiene as illustrated by Dr. Ahmad and Dr. Razan initially. For symptomatic patients, ideally, they should have their private rooms. بس بسبب الأعداد اللي عم نتعامل معها, symptomatic patients can be together if they both have positive tests. And we have to have signs at the door hung or for the unit to notify the staff that this is a COVID area. Patients must not have other infectious processes requiring isolation like C. diff, CRE, or influenza, unless they have the same infectious process. And we have to keep this in mind, of course. We follow PPE and hand hygiene, as we discussed also earlier. An example for some infectious etiologies that we might encounter, هي فقط أمثلة مش محصورة فقط في هاي الأمثلة. ممكن تكون إذا مريض مصاب بإنفلونزا, they have to be the same strain if you want to put them together. So influenza A patients can be cohorted with influenza A patients, but not with influenza B and vice versa. For CRE patients or multi-drug resistant organisms, they must not be cohorted with others because the resistant pattern can vary between those cases. So please keep in mind other infectious etiologies when we are putting patients or grouping them. أنا ما رح أحكي كثير عن الأيروسول generating procedures لأنه الدكتور عماد تكلم عنها بالتفصيل.
لكن هي من الأشياء اللي ممكن أنت كطبيب في الطوارئ أنك تتعامل معها. It's crucial to avoid unnecessary errors of drug delivery. We have to encourage patients to have their inhalers when they seek medical advice, either going to outpatient or to the ER to have their inhalers with them. As Dr. Ahmad said, HEPA filters in exam rooms, if inhalers or breathing treatments are needed, please use the HEPA filters. You may look at your institution for using the jet nebulizers, provided filters to use with those devices. This will capture the exhaled droplets and will reduce transmission risk to healthcare workers. And of course, it's preferable to have a negative pressure room, لكن مش دائما هذا الخيار موجود. ويجب أن نكون في full PPE, preferably with eye protection to face shield is preferred more than the goggles, as Dr. Ahmad illustrated earlier. Aerosol generating procedures that we might encounter in the emergency room are intubation, extubation, tracheostomy, sometimes chest physical therapy, use of nebulizers, non-invasive ventilations like BiPAP, CPAP, or high-frequency oscillating ventilation. There have been studies about the use of those covers when you do intubation. This might increase the exposure to aerosolized particles and may prolong intubation time. As long as you have the PPE on and the time of exposure is shorter, that's our goal during those procedures, to limit the transmission and decrease the risk of getting the infection. كيف الوقت دكتورة غزان؟ Are you doing well on time? Maybe 10 more minutes. All right. I think we have 7 or 8 more minutes. 7 minutes. All right. For الإشي الثاني اللي ممكن نواجهه في طوارئ مع المرضى هو نقلهم لإجراء فحوصات. The procedures and treatments should be performed at bedside when possible, as much as possible. We should limit the transportation only for essential purposes. As we said, when we transport patients, we have to make sure that they have their surgical mask on, and we instruct them it's okay to remind patients to practice respiratory hygiene and cough etiquette. Sometimes our patients forget to keep the mask on. They have it on, but they don't cover their face. So please, all the time, remind them to stay to have it on. I think I lost my slides. I have to share again. Can you share them again? Yes. Okay, sure. I'll share them again. All right. بتشوف هم دكتور عماد, are they back on? Okay. All right. هلا في عملية النقل من مكان لآخر لازم ننبه الديبارتمنت اللي راح نروح عنده إنه نحن جايين. مفروض إنه أول ما نوصل نعمل البروسيجر الإيمجينج أو لما ننقل على طول المريض إنهم يستلموا المريض, ما يكون في waiting room or holding area for those cases. إذا البيشنت على ventilator, they should have filters placed on the portable ventilator. Oops. Or you can or ambibag for the travel in lieu of wearing a mask. إذا المريض على heated high flow nasal cannula oxygen, we should use a non-rebreather mask, and you should also place a surgical mask over the non-rebreather mask. If the patient is being transported in their hospital bed, please make sure after you place the patient in the bed, you put the rails up and then you disinfect them. لما نحط المريض ننظف الحواف التخت أو السرير. يفضل إنه شخصين ينقلوا المريض, الدكتور أو الممرضة, the healthcare worker who's providing the transport should be there, plus a transport person. The transport patient, the transport person, وظيفته إنه يتأكد إنه ما عم نعمل تلوث خلال عملية النقل, ما نلوث المصعد, ما نلوث كبسة المصعد, for example, الأبواب. هو وهو معانا بيكون لابس الN95 with or without gloves, just to make sure that he's touching the surfaces without having any contamination en route.
Hi, Sura. For one of the patients transported in a dome, we might decrease the transmission or the risk of transmission in the hospital and provides additional protection. As you see, the healthcare worker has the N95, and you can have the gloves on and off. But this person's role is to ensure that we're not contaminating any surfaces. And before you start moving around, you should clean those beds. الشيء الثالث اللي متعامل معه في الطوارئ هو admitting those patients. All patients who will be admitted should be screened and tested for COVID-19. Patients with prior COVID-19 history, ما في داعي نرجع نفحص مرة تانية. If they are readmitted within 21 days since initial diagnosis, the isolation, and they remain in droplet isolation for the whole admission period or readmission period. If they are readmitted more than 21 days after the initial PCR, ما في داعي نكمل droplet isolation. إذا المريض لسبب من الأسباب ما كان عنده COVID, you are readmitting them. You need a new test for COVID if it is more than 72 hours. وهذا سيناريو كتير common إنه مثلاً مريض عنده heart failure كان في المستشفى رجع بدخل كمان مرة بعد 3 أو 4 أيام بأنذر heart failure exacerbation. إذا ما في فحص COVID خلال 72 ساعة you have to repeat the test again. So initially in the emergency room, our goal is to establish the suspicion for COVID. During that time, we're waiting on the swab result. During that time, we requested the bed and we're waiting for this to be assigned. For asymptomatic patients, we maintain the mask and standard precautions pending the result of the swab. If the patient is symptomatic and your suspicion is high, وهي هاي الحالة معظم الحالات الآن بسبب الانتشار المجتمعي, you maintain the droplet plus precautions even if negative result. And if the suspicion is low, you maintain the droplets and wait for the results. أنا ما راح أحكي كتير عن the clinical, بس as an ER physician, the cases that are high suspicious إذا كان المريض عنده fever أو عنده 2 أو أكثر من symptoms of flu-like symptoms like chills, worsening cough, worsening shortness of breath, muscle pains, headaches, GI symptoms, a new loss of taste or smell. هي مش خاصية من خصائص المرض لكن وجدت أكثر في المصابين. Other findings that you might or presentations that you might deal with as an ER physician, if the patient presents to you with ARDS or septic shock or multi-organ failure without other alternative source, if you have any radiologic evidence of COVID-19 like CT scan finding of grand glass opacities or bilateral chest infiltrates. Or sometimes some lab findings might suggest that you have high suspicion for COVID, like lymphopenia, high ferritin, CRP, or an elevated D dimer more than 1 microgram per milliliter FEU. The last thing that we might deal with is calling for the report when we are transporting the patient from ER to either to the floor or to the ICU. ER physician will clearly state in the report to the receiving physician if the patient is asymptomatic, low or high suspicion for COVID-19, and why. Why do you think it is the case? And is a receiving physician مش مقتنع بهذا الشيء لازم إنه ينزل يتأكد من من الevaluation. Staff-to-staff discussion is encouraged to agree on the final decision. Sometimes we do not agree on the status of the patient, like is this a low risk or a high risk? It's important to seek infection control advice or consult infectious disease on call if needed. The last thing I'd like to emphasize in emergency room is your workstations. I'm not going to go into details because Dr. Ahmad and Dr. Razan غطوا معظم هاي الأشياء. But as reminders, when you are in the ER, we should have one entrance. We screen all healthcare workers daily for signs and symptoms. كل يوم الصبح نسأل في عندكم أعراض أو لا. We have to have a different exit, so it is a one-way flow. وإحنا في ال workstation we practice social distancing. مفروض مكاتبنا تكون بعيدة عن بعض. دائما عنا الفيس ماسك.
دائما نغسل ايدينا هاند هايجين لما نمسك. يفضل انه نعمل scheduled cleaning or wiping down for surfaces. نحن بالفاسيلتي اللي عندنا every 90 minutes في عندنا reminders we call overhead انه please wipe down every 90 minutes. ممكن يكون عندنا signs everywhere بتذكرنا دائما انه لازم نغسل او sorry I lost sharing again. Yeah, and the last thing is basically practicing social distancing while you are together and you have signs everywhere. It's preferable not to eat together in break rooms, and the break rooms should have a capacity based on their size. And إذا بتقدر تأكل مثلا في السيارة تبعتك أو في مكان تاني خارج المستشفى يفضل إنك تعمل هيك. دائما بنشجع supervisors إنهم يبعتوا policies and reminders by emails every week. And this is our policy, please. Adhere to it. إشي كتير مهم كمان إنه الشغل يوفر time off إذا المرضى إذا حدا من the healthcare workers أصيب بالمرض أو عنده risk of exposure. لأنه مهم كتير إنه ما يصير عنا outbreaks في units تبعتنا بين الموظفين. Alright. So I'll go back to Dr. Ahmad. شكرا كثير دكتورة زينة. إذا ممكن تعمل دكتور حسام كوهوست. Yes of course. بلال. نعم. بدنا نحط الدكتور حسام كوهوست لو سمحت. أوكي. Alright. نكمل بالكيس. المريض كان ستيبل على اللو فلو نازل كانيولا حس حاله أحسن شوي. طبيب الطوارئ قرر يدخل المريض وحكى مع الطبيب مناوب بالفلورز. المريض عشانه كان على اللو فلو كان قرار انه يدخل على ميديكال او سيرجيكال بيد ما كان بده اي سي يو. باليوم الثالث في الادميشن المريض ضل فبرايل كان صار على هاي فلو نازل كانيولا شوي تاكيبنيك والاوتوسات تبعه على هاي فلو نزل 85%. الدكتور بالفلور حكى مع البامونير كريتيكال كير و they decided to admit the patient for the ICU. المريض ممكن يحتاج انتوبيشن وميكانيكال فنتليشن. ننتقل هلا للدكتور حسام عيسى من هيوستن وراح يغطي لنا الانفكشن كنترول بريفنشن بالفلور وبالكريتيكال كير يونت والكوفيد يونت والديوريشن اوف ايزوليشن. تفضل حكيم. مساء الخير جميعا، كيف حالكم؟ حسام عيسى. Let me just share my slides. قبل ما الدكتور حسام يعمل شير للسلايد، إذا في حدا عنده سؤال وبعته بيوز أنا ما انتبهت عليه لأنه في كتير كلام على الشات، إذا ممكن تبعتوه على الشات أو تبعتوه على البرايفت الشات إلي عشان نجاوب عليهم آخر السنة. ممكن عماد تعمل من عندك السلايدات؟ For some reason it's not sharing. I had to switch my computers and it's not sharing. Oh, hello, I'm Mohamed. Dr. Ahmad, do you have slides or Dr. Hassan? He has it. Yeah, I'm here. Yeah, okay. Okay, طيب احنا first we're going to talk about the infection control guidelines في المستشفى بال ICU بال floors. Some tips what you need to do at the hospital. Thank you. Yeah, we can see the slides now. Next slide or the slide after. One more. So it's important, as my colleagues has seen, said also, is to have a good infection control policy all around
to try to control COVID-19 spread within the hospital. Next slide, please. So at the doors in the ER, you want to have a screening, a triage. You want to have the doors that where the visitors, where the physicians and staff, the nurses enter. You all designate different gates. باب لحاله للممرضين والأطباء, باب لحاله للزوار. وفي screening station على كل مدخل المريض بالطوارئ نفس الشيء بده ينعمل لكل واحد على الباب screening. الكل بده يشيك حرارته ينسأل إذا عنده أعراض. This way you can have screen everybody that's coming to the hospital. بعدين المرضى اللي فاتوا already على المستشفى هذول ممكن يكونوا كانوا incubating maybe in a day or two they might develop symptoms. You have to be careful ودائما يكون عينيك مفتحة وتدور على المرضى اللي ممكن يكونوا بكل طابق. أي مريض عنده حرارة مش معروف ليش, أي مريض صار بده أكسجين مش عارفين ليش صار بده أكسجين, بدك يعني to screen for these patients. طبعا implement the universal source control, masking for everybody. All the patients need to be masked. All the staff needs to be masked so you can have source control in case you have somebody asymptomatic. If he's wearing a mask, the likelihood of this spreading is much less. طبعا to have signs all over the hospital, the elevators, the lunch break rooms, the floors, social distancing, implement universal control, PPE in the hospital. في target, you can target certain patients. المريض مثلا أي مريض بده يعمل مثلا surgery, he's going to have a surgery. مريض دخل ب osteomyelitis of his foot to من السكر or whatever, وإجره بده عملية. That patient, anybody going under anesthesia needs to be screened because that patient is going to have aerosolizing procedure, intubation to minimize exposures. ممكن إذا عندك widespread community to screen everybody, if you have the capability, that'll be ideal. If you have rapid testing, to screen everybody coming to, through the ER, admitted to the hospital to be screened. بعدين, elective procedures and non-urgent outpatient visits should probably be postponed, as my colleagues have said. Now, you have to have to create a process to respond to SARS-CoV-2 exposure among healthcare workers. As a hospital infection epidemiologist, infection control, I need to have that. Next slide, please. So you have to have a process. يعني your staff at the hospital, الممرضين لازم يكونوا عارفين مع مين بدهم يحكوا. الدكاترة عارفين مع مين بده يحكي. يعني يكون في عندك مكتب infection control, يمكن كمان the department of health, حدا من مكافحة الوباء لازم يكونوا involved بالdecisions. لازم يكون في process clear محطوط أنه والله مع مين تحكي. يكون معروف الرقم مع مين. How you will do it? Is it by email? Is it by phone? Is it by person? And what's the actions? This is all be clear. The policies محطوطة بالمستشفيات حس إنه كل ممرض بيشتغل المستشفى يكون عارف إنه شو بده يعمل لو اتعرض لواحد عنده كوفيد. Contact tracing. لما يكون عندك في outspread بيكون نسبة قليلة يمكن it's easier to do contact tracing. فلان قعد مع فلان وفلان قعد مع فلان. كل هذا you can all trace it down to try to see. To cohort the people that are sick and test them, get them at home, etc. But when you have a widespread in the community, sometimes it's very hard to do contact tracing. In that case, you just want to have other plans. Now, facilities as a facility, the hospitals need to be ready. If a lot of their staff are sick, a lot of their staff are out, they need to have plan B, which we're going to talk about in the next slide. So to do a risk assessment, let's say somebody says, I was exposed to someone. So it depends on the exposure. So if you had a prolonged exposure, right now the defined prolonged exposure is 15 minutes, but it could be even less cumulative. And if you had a close contact, meaning you've been with somebody less than 6 feet without a mask, that's considered a significant exposure. So this person should be out of work for 14 days after last exposure, and advice to monitor themselves for any symptoms. Anybody that develops symptoms should be immediately tested. This is provided and you have a luxury عندك كافي من الموظفين والممرضين والأطباء أنك تقدر تعمل هذا الإشي. بس
mad outbreak, when you have a very high spread in the community, you might not have that luxury. Next slide. So in that case, you should have a contingency plan. يعني خطة للطوارئ. أنت إيش بدك تعمل مثلاً لو في مرضى كتير عند موظفين كتير مرضوا ممرضين أطباء. في هذه الحالة أنت لازم العمليات اللي هي التجميلية، العمليات اللي مش طارئة، العمليات ال ENT. Something is not really urgent. Eye surgeries, non-essential procedures need to be cancelled because you can first, minimize using the PPE that way. Number two, أنت هذول الممرضين اللي بيشتغلوا بهذه الوحدات ممكن تأخذهم وتحطهم بالوحدات اللي أنت محتاج إنها فيها الموظفين. Address the social factors. ممكن حدا بقول لك والله أنا ساكن بعيد وما بقدر وكذا وداش أجي كمان مرة. يعني the hospital has to have plan B, how to accommodate the need for staff. ممكن تلاقي موظفين تانيين ممكن والله ممكن يسدوا محلات ناس تانيين موظفين مثلا PRN as needed ناس مقدمين على طلبات ممكن توظفهم أسرع to have plan to hire more people يعني and postpone elective time off إذا حد الموظفين كمان عنده مثلا رايح إجازة أو إشي وهي حجزها من سنة وبعدين هلأ أنت عندك outbreak أصلا مش رح يروح محل إذا بقدر يأجلها ويشتغل بكون كمان من الشغلات اللي بتساعد في الستافينج بالمستشفى. Next slide please. Now, في لما يكون عندك يعني صارت المشكلة أكبر صار عندك crisis صار عندك كارثة ما في عندك موظفين الكل مريض الكل تعبان then you don't have enough staff to cover. At that case you wanna probably have a plan. يعني المرضى اللي بيجوك COVID you wanna probably send them somewhere else another hospital or another facility. Implement plans for staffing. Maybe المرضى اللي مش سمتم أو الستاف اللي مش اللي ما عندهم symptoms they were exposed. هذول are less likely to be infectious. Maybe these want to make them work now with a mask and all that. We're going to talk in the next slide. Next slide, please. يعني إذا عندك a shortage continues, any healthcare workers suspected or confirmed to have COVID-19, they can probably work if you have no other staff and you have no people to work. In that case, you want to have somebody who's COVID positive, take care of a COVID positive patient. But you cannot have a COVID positive staff take off a COVID negative patient. But this is only in the في الحالات الإكستريم. ما عندك موظفين ما ضل موظفين في هذه الحالة you have to يعني ضحي أنك تجيب الممرض اللي أعراضه بسيطة مش تعبان وبس عنده positive test وhe can work. You can make him work, but he needs to wear the mask all the time and care only for COVID positive patients. You cannot have a COVID positive and a negative staff and patient and vice versa. Next. So this is what we talked about. Next slide. So routine infection, we're going to go to the COVID-specific precautions. Next one. As a hospital, in order for that, you have to have a certain number of certain places that you can put the patients in. Maybe make sure your PPE. We talked about the aerosolizing procedures, how to collect the tests, manage visitor access, visitations. You probably, when you have an outbreak widespread in the community, you want to stop visitations, only allow visitations for end of life, somebody from في اللحظات الأخيرة, or somebody is having an acute surgery, they need somebody with them, or child is having a surgery. So you make exceptions, certain exceptions, but the rule is no visitations when you have a widespread community, because you don't want people in the community come in and infect your hospital too. طبعا environmental infection control, as my colleagues said, نظف طول الوقت constantly in all the floors and elevators, etc. Next slide. So about the airborne precautions, I think my colleagues talked about that, so I'm going to skip that for the sake of time. And the respirators,
There's different types of respirators. There's the N95 mask, there's the elastomeric respirator, and there is the PAPR, our power air purifying respirators. About an N95, it filters 95% of what you breathe. And if you use a true N95 and you have fit testing for that, then that filters 95% of what you breathe. Elastomeric respirators and PAPRs, they're close to 100% filtering. بس I'm not sure if they're available everywhere. احنا حتى مستشفيات يعني elastomeric respirators very few بالمستشفى. PAPRs, as an anti don't fit, as we're going to talk in the next slide or two, then you can do that. Next slide. طيب هلا the surgical mask, if worn properly, the face mask helps block respiratory secretions and produced by the person that's wearing it. So it's really an excellent source or excellent asset for source control. للمرضى خاصة المريض أي واحد مريض لابس الماسك, that's really going to limit the amount of aerosols coming out and infecting other people. But you want to use something that's really cleared by the FDA. And if there's some surgical masks that are very thin, make sure that they have two or three layers. We only use what we call level 3 surgical masks. So they have to have at least three layers to be truly protected. Next one. And these are single use. So you use them and then by the end, you just throw them away. Next one. Now there's so many types of N95 masks. Next slide. You've seen some of those probably, the 1860, which is the one, the blue one on the left. And then there is the 1870, which is the white one on the right. These are the most used ones. Also, the one in the middle is widely used. There's different types of N95, as long as it is cleared by the FDA and it's approved and you have a fit testing, which is very important, fit testing, because there's some masks from other countries. They're not really standardized. They're not N95. They might say N95 on them, but they're not appropriate N95. There's something called NIOSH, or the National Institute of, I forgot the SH for, but it's basically, it has to do with work exposure. That's basically used for people that work in dust and stuff like that. So these masks are used both for medical and non-medical reasons. So not every N95 is appropriate for a COVID care. It cannot have a valve, for example. Anything that has a valve is not appropriate for patient care, because this way, if you're contagious, you have no source control. You're breathing out and you can infect other people. So anything with a valve is not acceptable. Also, these N95s, you can notice all of them, they have two straps, one on the top, one in the middle, because they have a good tight fit. The one with the loops on the ear, these are not considered N95. Such as KN95, these are not N95. Next slide, please. Now, fit testing, there's two types of fit testing. There is quantitative and qualitative. نوعي و ما أعرف إيش الكلمة الثانية بالعربي بس اللي هو إذا العشمال اللي هو the yellow one. This is quality. It's just positive or negative, leak or not. The one on the right is quantity. It tells you تعطيك رقم additional quantity of the fitting that you're really 95% fit tested or not. طبعا بعتمد على الامكانيات الموجودة او لا. معظم المستشفيات بتستعمل الواحد على الشمال هذا الاصفر, which is okay. But really the one on the right is much more superior and it can fit any mask, any type of mask. Next one. So you can see the one on your right. So you have a hood and you wear your mask and it has a little device that gets inside that hood. تعطيك طعم لما إذا حسيت بالطعم أو بالرائحة تاعت الدواء هذا معناته الماسك مش you're not fit tested well. ساعتها ممكن بدك مقاس أو أصغر أو بدك نوع تاني. فكل إنسان حسب وجهه تضاريس وجهه بتختلف. طبعا لازم ما يكون في facial hair, لا لحية ولا دقن, لأنه هذه breaks the seal, ما بسكر على الفيس مضبوط عشان يعطيك 95%.
الواحد على الشمال هذا عبارة عن زي تيوب. التيوب فيه براس زي مسمار تنحط جوا الماسك وبتلبس الماسك وبتقيس نسبة الايسوليشن أو نسبة الفيت تيستينج للمريض. Now the Jordanian American Physicians is doing an initiative right now, and we're going to start soon fit testing in Jordan, inshallah. Next slide. Now the report for the quantitative one would come out as this. The quantitative one, you wear eyeglasses or not, بخلوك تحكي جملة, تحرك راسك فوق وتحت يمين وشمال. بحس أن أشوفه هل في ليك الحركات المعتادة لما تكون أي شغلك العملك اليومي, فإذا في أي حركات هذه ممكن تعمل ليك, معناته أنت you're not appropriately fit tested. Next slide. How are we doing time wise, guys? 1 minute? 2 minutes? You have 5 minutes. 5 minutes. Good. Okay. So هلا في ناس طبعا not on facial hair, ما بده يحلق أو إشي زي هيك, أو بسبب وجهه الماسك مش عم بعمل fit tested عليه أكثر من 95. In these cases you should not wear an N95 mask, you should wear one of these masks, either elastomeric, هذا اللي على الشمال, elastomeric filter, that's close to 100%, or better الباپر. الباپر is probably the one for somebody with a facial hair. It's a pump that you wear on your waist, زي حزام تلبسه على وسطك في بطارية, وبتشفط الهواء من اللباس الواقي على الراس وبتعمل لك negative pressure. Next slide, please. Okay, so how are you going to put the patients now? You're going to put the patients preferably in a negative pressure room. This is the WHO preparation for how do you isolate patients in the order of preference. And يفضل أن يكون negative pressure room. ما في لك تحطه في غرفة لحاله. In their own bathroom facilities. ساعتها هذا يعني الاختيار الثاني. إذا ممكن تحط HEPA filter بالغرفة اللي هو filter portable, هذا بيجي على عجال وبنحطه بالغرفة, هذا be ideal. If not, then that's fine. The next is cohort. زي ما زملائي حكوا, يفضل أنك ما تعمل cohort, but that's your last option. إذا أنت ال building, the floor plan تاعك بالمستشفى ما بسمح لك غير تعمل cohorting, you have to cohort according to the guidelines that my colleagues said. I think Zaina mentioned that, which is making positive people with positive people and not put a possible one with a positive one, stuff like that, if you're going to cohort people. Okay, next slide. Now, you have to have a COVID unit. That COVID unit might be only an ICU unit, might be an IMCU unit, might be a floor. Ideally, if you have the capability and the ability to do all of that, that'll be ideal. COVID unit, بتكون عندك مثلا انت 30 مريض بالICU, بدك تحدد 10-12 مريض منهم, هدول 10-12 مريض بيكونوا معزولين, هدول الكوفيد ICU. Preferably طبعا بالICU, يعني as much as possible, it has to be a negative pressure or HIPAA filter. IMCU, if somebody who's sick but not needing ICU, but is on high flow, needs to be on pulse ox all the time, بدك تحطه بالICU. Somebody who's really on 2-3 liters, you can put them on a regular floor, it does not need IMCU. You don't have to have a monitor on them all the time, as long as you just frequently check on them, as long as they're not confused, you're capable to check on them every shift a few times, then that should be fine. Next. Now, how are going to create a COVID unit? You're going to try to find a COVID appropriate unit, make sure that the computers are away by at least 6 feet. The staff, زي ما حكوا زملائي كمان, have their own break room, dedicated work zone. Next room. Next the slide. So have enough signage on the door, locked unit, train the staff inside the unit, preferably under the staff to only COVID, هم اللي staff to only COVID, because they're well trained, they have the most experience. Monitor your PPE, خاصة if you have shortage, maybe lock them down. مستشفانا بعض الأوقات they develop legs, we call it, and they walk away, they disappear. So if you lock them out, خلي charge nurse, هو المسؤول عن PPE, بعطي كل ممرض أو كل كذا his PPE, if you have the capability, if you have the financial capability to do that. بعدين زي ما حكينا dedicate staff. Next one. Ideally, you want to have a unit that's closed door, negative pressure, clear hallways in between. That's a nice unit, signage of the door. Next slide. If you have to cohort patients like the top one, you want to cohort the same quality patients, all positive patients, that's fine.
If it's going to be aerosolizing procedures, this is going to be a droplet unit. Everybody is N95. You cannot take your N95 off. You have, if you can put HEPA filters, if you don't have a negative pressure filter, that's fine. If you don't have la halwa la, but then you have to have face mask all the time, N95 all the time. This is, you call that unit a droplet unit and a contact plus unit. So everybody has to have it through the door entering the unit because the droplets from the virus are everywhere in the air. يعني last thing you want to do is a nightmare like the picture in the bottom. كل المرضى أربعة بعض كلهم تعبانين الطوارئ packed. You don't want to have that picture. That's a night. That's a recipe for disaster. Next, you want to have good signage, restricted area, droplet precautions, or whatever signage you want to put. Contact plus. Then the areas. Let's see. The ICU is mixed. You have one area that's COVID. What area is not? You want to have clear signage. One says green zone, like for the area that is not COVID. Let's say the area that has COVID, you want to have labeled that a color. We label our unit as an orange unit. So everybody knows an orange unit is a COVID. An orange elevator is a COVID. An orange, anything orange is basically dedicated to COVID patients. Let's say outside the COVID unit, inside the COVID unit, we do not use nebulizer treatments. We switch everybody to inhalers. Anybody that is COVID positive, we do not give them nebulizers, we give them inhalers. We switch everything to inhalers. But if somebody needs to have a nebulizer for a reason or another, you want to have an aerosolized a signage that tells you that this patient is getting, you know, aerosolized producing procedure. So we're going to have enough signage for that. Next. You want to have a clear donning doffing station. One is for doffing, so you can clearly contaminate that table, take it off. Use the cleaning wipes to clean your face shield. That will be probably at the outside the unit if you're going to be doffing outside the unit or just inside the unit, actually inside the unit, but at the door. Or if you have closed doors in all the patient rooms, then you can doff outside the unit. That's fine. As long as all the doors are closed for all the patients, all the patient doors need to be closed. Maybe use disposable food service things. Next slide. What we do in our hospital, we try to spend as much less time in patient care as possible. Like the more time you spend inside the room, the more you expose yourself. But as long, next slide, please, Ahmed. يعني, I've noticed, I heard a lot of things that people are afraid to take care of these COVID patients. If you take the good precautions, if you take the N95, the face shield, you wear your gown, the likelihood of you acquiring this is really, really, really low. And I've been taking care of, alhamdulillah, بشي حسد نفسي بس يعني 30 مريض كل يوم من شهر 3 تقريبا من 20 30 COVID patient every day. I go into every room, I talk to every patient. The nurses are taking care of the patients. They turn them around. بقلب المريض بحطه على بطنه على الفنتيليتر. So with all of this, the risk of transmission is zero. بس ليش؟ لأنه we follow the precautions. The N95 really work. The face shield really work. The PPE really work. But you have to make sure you have the right PPE and the right equipment. So in order for you not to go back in and out of the room, in and out of the room, we have these extension cords and the pump is outside the room so you can control it from outside. مش كل ما بدك تفوت وتطلع على غرفة. This way you can monitor from outside the room. HEPA filters, next one. Next slide. I think we're running out of time. If you have a PC, a CPR inside the room, make sure that you, everybody wears a PPE. Do not get 10 people inside the room, just the necessary people. The one that's running the code, the respiratory therapist, the physician, maybe 2 people doing the PCR. Limit the number of people inside. Do not enter the room before your PPE is on. It will take you a few seconds. The more you train with it, it will take you a few seconds to put your PPE on. Immediately put a HEPA filter once you intubate the patient. Do not umbo bag the patient. Intubate, connect immediately to the ventilator. Do not umbo bag. Umbo bag is aerosolizing unless you have to, but try not to do that. Next slide. I think my colleagues talked about mobilizing patients. Next slide. We have a dedicated COVID floor, orange elevator. I mean, have a dedicated elevator. It's listed as clean when the cleaning staff has cleaned it, and then switch it to the not clean, meaning that the staff needs to clean it. Next slide.
Now, an important slide is when can you take your staff off or your patients off isolation? This depends on the severity of illness. The patients, everybody inside the hospital that admitted because of COVID is probably going to meet the severe criteria, because everybody with a room air SAO2 less than 94%, he's severe. And then the people at home, they have mild disease, if they have lower like cough, but no hypoxia, that's moderate disease. But all you need to do is severe illness, somebody with SAO2 less than 94%, that's severe. Next slide. That's important because it's important in the next slide to remember, because anybody with severe disease is 20 days isolation. So that person needs to be on 20 days isolation, plus is not febrile for 24 hours, plus is not needing his symptoms improved. So you have to have the three factors. 20 days has passed, his symptoms are better, meaning he's not needing as much oxygen, and he's not running a fever for the last 24 hours, his cough is better. He doesn't have to be on room air, he doesn't have to be completely not having cough, but he has to be an improvement, a clinical improvement, along with 20 days and no fever. This person, you can take him off isolation. I think the first point is going to be important for staff. So usually 10 days for staff from the onset of symptoms, if they're asymptomatic, from the date they tested positive 10 days, and then they can return back to work. I've heard a lot of things in the community and friends and family, but these are the guidelines that we abide by in our hospital in the community. So next. So the viral diagnostic PCR wouldn't do this anymore. It's not useful anymore. To do a test for the order to discontinue isolation, we don't do PCR anymore. I'm seeing that it's still being done, it's still being widely used back home and in hospitals. It's not mandated, it is not necessary. This test does not differentiate between a living virus and a dead virus. You can have a non-replicating part DNA of the virus in the nasopharynx that might stay up to 3 months in patients who are severely ill. It does not mean they're contagious. They did studies on these patients by cultures in the labs, and it showed that after 20 days, actually less than that, they added a few days. After 14 days, these patients are not have a replicating virus. They said, okay, then 20 days, we can take them off isolation if they're clinically better. So the only time, next slide. You might need a test if somebody, even if you had somebody that was positive before and he comes back a month later, you don't need to test this guy. This guy is likely going to be immune and is likely, you know, not going to be, might be positive for a longer period of time. The only time you would need to retest him if he comes with COVID suggestive symptoms again. I mean, the chances of reinfection is rare, but they can happen. But more likely, more like 3 months, maybe, or 4 months, that once we saw maybe the patients that are asymptomatic the first time, they might get a reinfection, but it's rare. But you don't want to keep testing people that were positive before, is the message. Patients who are immunocompromised, cancer patients, bone transplant, kidney transplant, liver transplant, HIV not controlled, these patients are immunocompromised. They're not able to fight the virus, so they shed the virus longer. These patients, you want to do PCR-based or test-based strategy. This is the only exception to the rule of the days. Next. I think about maybe the one before last or the last one. That's it. Thank you for listening. شكرا يا حكيم. طيب خلينا نشوف إذا في questions. دكتور عماد، احنا بالشاتنج شفنا انه في سؤال بيحكوا هل هناك اختلافات بين المستشفيات في امريكا بالانفكشن كنترول، وعندنا في اختلافات كبيره. You can hear me دكتور عماد؟ You can hear me؟ Yes, I can hear you. What was the question again? They ask about if there is much differences between infection prevention and control between US and here in Jordan. I don't know how is infection control in Jordan. في ممرضة مش هيك للinfection control بكل مستشفى مزبوط؟ Yes, of course, في committee. Okay, so
I have not practiced in Jordan for the last 20 years. So I don't know for sure how the practices have been for the last 20 years, but these are the standards. So if the hospitals does not follow these standards, I hope we have some infection control staff on our talk today. That'll be really helpful. بس إذا الأمور هاي بتتبع يفترض أنا أظن بالأردن كمان بتتبع WHO guidelines which is much yes, a little different, not much different. يعني into I think you have the head cap with shoe cover, which in the US is not mandated except for somebody with long hair maybe, then they can cover their hair. But otherwise mm-hmm. we don't require shoe cover, we don't require the head cover, just the gown, the mask, and the gloves. As far as the PCR testing and all of that, this is really study based, so this should be followed up there. But otherwise, it should be very similar. Yeah, thank you. Resources, please. هون عندنا دكتور حسام بالنسبة للكوميتيز related للإنفكشن prevention and control for sure the policies with the procedures with the protocols المتبعة هي بتكون بناء على WHO والCDC. يعني زي ما حكى دكتور حسام زي ما تفضل يعني الأشياء الأساسية most يعني كل الفاسيليتيز رح تكون تتبعها في بتكون مرات اختلافات بسيطة جدا يعني حسب كيف اللاي اوت تبع المستشفى إنه في هذا الشيء أنت بتقدر تعمله وهذا الشيء ما بتقدر تعمله بس الأشياء الرئيسية اللي حكينا عنها اليوم كلها يعني بتكون the same of course. طيب we can open the door for discussion. أنا عم بشوف في أسئلة في حدا سأل عن سوري إذا عم بقطع يعني بس في حدا سأل عن إنه متى بيكون المريض مش معدي زي ما دكتور حسام يمكن مسك هاي النقطة حكى عنها آخر إشي إنه متى بنقدر نشيل العزل عن المرضى في المستشفى هو يعني مش عارف إذا دكتور حسام حابب أنت تحكي كمان مرة أو ممكن كمان مرة هو بيعتمد على قديش المريض تعبان إذا المريض في بيته وعنده بس حرارة ووجع بالجسم وما ساءت حالته أو ما عنده أعراض عادة 10 أيام من تاريخ الفحص إذا ما عنده أعراض أو 10 أيام من بداية الأعراض إذا عنده أعراض إذا المريض تعب وصار عنده نسبة الأكسجين قلت أو إحنا كأطباء صار عنده 50% of his lung is involved with pneumonia أو PaO2 على PaO2 على SaO2 is less than 300 then these patients are severe هدول بدهم 20 يوم زائد تحسن في الأعراض زائد بدون نفس الإشي على اللي في بيته اللي في بيته لما يكون 10 أيام يكون ما عنده حرارة ويكون أعراضه تحسنت يعني ما يكون والله رجع 100% مش ضروري بس يكون تحسن يعني هم بالعمادة عملوها vague أنه تحسن عام كان بالأول كانت very specific بس هلا بطل جسمه يوجعه بطل ضيق نفس وما عنده حرارة والعشر أيام مضوا وهو في بيته هذا مش معدي anymore بالمستشفى زي ما حكينا لازم يكون في تحسن زائد ما في حرارة زائد 20 يوم. طيب دكتور حسام حتى لو المريض تحسن ومر 20 يوم بس البي سي ار لسبب ما عدناه وظل بوزيتيف هل هذا بيعني اي شيء؟ جود كويشن طبعا زي ما حكينا البي سي ار لا يعني انه الفيروس لساته عايش ممكن يضل بوزيتيف لثلاث اشهر لانه البي سي ار فحص عباره عن دي ان اي يعني عن فحص لبروتينات من بقايا الفيروس هذا الفيروس أثبت أنه ممكن شهرين ثلاثة وهو ميت الفيروس ما عنده الدي ان اي والقدرة أنه يرجع to replicate يعدي ناس تانيين ممكن يضلوا موجود لحد ثلاثة أشهر وهو مش معدي هذا الفحص ما بنفع عشان يقول لك هل أنت معدي أو لا الفحص هذا بس بيقول لك أنه أنت عندك كان عندك الفيروس أو لا فبفيد لما يكون عندك أعراض أنه to start isolation or to start treatment بس أنه to stop the isolation the test we should not do the test anymore. The test can be positive up to 3 months in some people. في دراسات عملها زي ما قلنا قارنوا هاي النتائج بالمزرعة. المزرعة مثلاً واللي هي مش موجودة بكل المختبرات موجودة بس في المخابر للأبحاث. لما عملوا مزرعة لهذه الفيروسات استنتجوا أنها مش عايشة بس الفحص لساته positive.
بما يعني أنه الفحص ما بفرق ما بين الفيروس الحي والفيروس الميت، بينما عشان هيك تحولنا من اتباع الفحص إلى اتباع الأعراض والوقت. في سؤال طيب. كيف تفسر الإصابة الملحوظة للكوادر رغم الاعتزال أغلب الأوقات؟ أنا بحب أعقب أنه الانفكشن هو موجود في انتشار مجتمعي. الحالات اللي عم نشوفها في العمل outbreak بالمستشفيات أو في العيادات معظمها مش من الالتزام أو من الإصابة داخل المستشفى، هي قد تكون من المجتمع، من عدم الالتزام خارج المستشفى. ممكن الواحد يلتقي مع زملائه للعشاء بالليل أو مع العائلة، فمعظم الحالات اللي reported in our facilities معظمها كانت من إصابة بالمجتمعية. الالتزام لازم ما يكون في أغلب الأحيان، لازم يكون دائما. لذلك إحنا نذكر إنه infection control دائما in policies to be reviewed ودائما في reminders للستاف. يعطيك العافية دكتورة. في سؤال عنا بيسألونا هل ممكن الإصابة للمرة الثانية وهل هي أخطر من الإصابة الأولى؟ ممكن الإصابة للمرة الثانية. الإصابة المرة الأولى ما بتعطي مناعة. إحنا في الغالب reviewing evidence هلا current evidence الإصابة في أول 3 أشهر قليلة، لكن في reported cases إنه أصيبوا أقل من 3 أشهر. هذا لا يعني إنه الإنسان يوقف التزام معايير الوقاية اللي هي social distancing, hand hygiene، الالتزام خلال العمل، لأنه الإصابة ما بتعطيك مناعة ولسه هاي تحت الدراسات هل المناعة هاي أقوى أو أقل. They are reported cases إنه reinfection كان أسوأ من الأول إصابة. بس في سؤال من الحضور بيسألوا قد ايه نسبة الإصابة مرة أخرى؟ أنا ما عندي إحصائيات معينة، ما بعرف إذا زملائي حدا عنده أرقام للري. أنا برضو ما عندي رقم معين، بس حد هلا اتس يعني مش كتير ريبورتد. يعني احنا ما شفناها بصراحة. أحكي عن personal experience. And we started seeing patients back in March, February maybe, in Texas. بخلال هالأدشال أصلاً 7 أشهر 8 أشهر شفت حالة واحدة. هذه الحالة is questionable. And a test can sometimes be also false positive. هاي المريضة كانت بشهر 3 عندها COPD, very bad lung problem. She tested positive as part of the screening upon admission to the hospital. She was placed on isolation. She never developed symptoms. And then she was discharged after 14 days, they make an initial isolation standards. She actually got an antibody test from her primary care physician 1 month later and was negative. And then she came 3 months later and she got the real thing. And unfortunately, she did not make it. So that makes me think that the first episode was probably either she did not mount a response, some people might not mount a response, or more likely it might be a false positive test. For reinfection is really, really rare. We have not seen it. Some people say maybe after 3-4 months you might lose your immune response. So we haven't seen many of those yet. But we take it with caution. I say it's very rare. Wouldn't need to worry about it. We need to wear precautions, of course, and everything. But reinfection has been very, very uncommon. هي هاي نقطة مهمة كمان تشديد عليها للمرضى إنه عشان صار معك كوفيد مش معناه إنه اطلع واعمل حفلات وما تمشي على precautions، لأنه even though it's rare وما بنعرف exactly متى رح يصير، we still need to do our part بالمجتمع ونخفف من الانتشار. يعني ممكن أنت تنعدي كمان مرة، ما بدك تعدي ناس تانين. الكل يحافظ على كل ال precautions اللي بنحكي عنها يعني في المجتمع وجوا المستشفى. طيب في سؤال عنا بيسألونا أحد الكوادر إنه هل تنصح كل الطاقم الطبي بأخذ المطعوم، وهل هناك مضاعفات للمطعوم، وهل أنت ستأخذ المطعوم أيضا ولا لا؟ على الفيسبوك لايف حطها لايف على الفيسبوك. السؤال هل سنأخذ المطعوم؟ أنا رح أخذه، رح أترك زملائي نأخذ البول. Absolutely. يا أكيد. طب السؤال الأول، هل هناك مضاعفات متوقعة؟
المضاعفات اللي هلا اللي ببلشت ريسنتلي من فايزر هي لها علاقه في زي اي مطعم ثاني اللي هو الانجكشن سايت بين او تندرنس، هذا موست كومن. هيريك واز ريبورتد، شعور بالارهاق ممكن يوم او يومين، يعني سيميلر للفلو فاكسين او اني اذر فاكسين سايد افكت. ما في ريبورتد سيفير سايد افكت فروم ذا فاكسين. في طبعا اشياء هلا عم تطلع كثير يعني للاسف على السوشيال ميديا عن خطوره المطعوم. المطعوم هو مش فيروس ولا فيروس ضعيف، هو يعني جزء جيني بيولد immune response للالتهاب للانفكشن، لذلك هو لا يسبب كوفيد. ف انا بحب برضو اسمع من زملائي دكتور عماد ودكتور غزال ودكتور حسام رأيكم بالفاكسين. I can say a few things. I want to say this. It's been very exhausting for us as infectious disease for the last few weeks to address the rumors. The rumors are unbelievable. Yes. Change your genes, it's gonna control where you go, the government is gonna spy on you. I'm talking not just about the UK, everywhere. Even in the US, it's like huge. The anti-vax people are just unbelievable. It's all new, it's new. بس احنا نحكي قاعدين عن evidence-based medicine. نحكي يعني بناء على الابحاث, بناء على الدراسات, بناء على المعلومات. يعني there's probably, with all my respect to everybody else, we as infectious disease, we probably agreed a lot about infections and vaccination and process. We're probably the best people to advise. There's one thing I wish. I wish I can take more than myself for the vaccination. I wish I can vaccinate my wife. I think we have to wait for a few months. Hopefully she will not get sick before then. I wish I can take a vaccine right now and get on the plane and go to Jordan and give that to my mother, who is 75 years old, who is has other comorbidities, and she's really high risk. I would give it to everybody I love. I would give it to everybody I care for. That's the message I want to say. I'm actually scheduled for the vaccination next week. I'm the first in line, Wednesday at 7 a.m. I'm traveling 30 minutes to a different hospital, and when I scheduled it by mistake, I scheduled it at a different hospital than my hospital because they have the same last name. But the message is, it's really important, it's safe. I think I'll leave some comments for my colleagues because they have some statistical information too. Yeah, I يعني اللي بدي احكي, في ناس كثير بيحكوا طيب انتوا لسه ما بتعرفوا قديش المطعم رح يحمينا عشان الدراسات لسه ما يعني ما انعمل لونج تيرم داتا, ليش ما نروح نمرض يعني ناخذ الانتي بوديز عن طريق انه نمرض. الجواب يعني اي ثينك انه هو يعني بديهي لكل الناس اللي قاعدين بيشتغلوا مع مرضى الكورونا فيروس, انه هذا الفيروس does not differentiate. يعني احنا اوكي بنحكي في ريسك فاكتورز وفي ناس, بس في ناس بيكونوا healthy young وقاعدين بيروحوا على الاي سي يو, بنحطوا على فنتليترز, some of them don't make it out. Even if they make it out, بيكون حياتهم تغيرت تماما. يعني بتسمعوا عن الناس بصير عندهم long covid, اللي عندهم اعراض اخرى, يعني حياتهم كلها تغيرت, ما بقدروا يرجعوا على الشغل. فيعني اخذ المطعوم بالتاكيد 100% هيكون safer than انه نخلي الناس تروح تنعدي وتاخذ natural immunity. واكيد رح المجتمع الطبي رح يضل متابع قديش هاي الاميونيتي رح تضاين مع المطعوم, وإذا في تحسينات لازم نعملها أو بوستر دوزز, أو إنه مثلاً يصير زي الإنفلونزا رح لازم ناخده كل سنة مرة. كل هذا يعني إذا إحنا تعاوننا مع المجتمعات الطبية وكلياتنا عملنا اللي لازم نعمله وآمنا بالإيفيدنس بيس ميديسن مش بالرومرز بالإشاعات, يعني رح نوصل لأماكن إلى مكان كتير أحسن من اللي إحنا هلا فيه. What about you, دكتور عماد؟ أنا إن شاء الله الأسبوع الجاي. وزي ما حكى الدكتور سامي الواحد ان شاء الله احنا بنبلش 16 12 حيبلش يعطونا, بس ما راح اسوي 30 مينت قريب من العياده. طيب انا متاخر شوي بدي اسمعين. اي نو انه قربنا نخلص صح في 2 مينت. يس وي هاف مور. إذا في أسئلة تانية ومعنا وقت yes. يازين إذا لا في سؤال بس أخذ 2 سلايدز.
في سؤال دكتور عماد بحكي حدا من السائلين انه انا حاسس انه الترانس المود اوف ترانسميشن مش واضح كتير، ليش الزوجين بنفس البيت بحكم العلاقه والقرب واحد فيهم بيكون مصاب ولبين ما ينعرف انه مصاب بتكون خالطته زوجته ومع هيك ما بتنصاب؟ مش كل الناس تنصاب ولا لا؟ كان صرنا شفنا هلا خلص كل الاردن انصابت، يعني الحمد لله انه مش كل الناس بنصاب. في ناس في عوامل جينيه بيوز احنا ما بنعرفها، في ناس ممكن يكون شوي ريزيستنت للانفكشن، يعني مش شرط الكل يمرض، يعني مش كل واحد تعرض للانفلونزا بيمرض، مش كل واحد تعرض للكوفيد راح يمرض. في ناس فحصوا بيوز كان عندهم الفيروس والفحص ما كان سنسيتيف كتير وما لقطناهم يعني، وفي ناس بمرضوا وما بصير عندهم أعراض. يعني صعب الواحد يحكم من حالة واحدة، واحد مرض وزوجته مثلا ما مرضت. الأغلب إنه دروبلت، وبالبيت الاحتمالية كبيرة. يعني سمعنا عن عائلات كاملة انصابت، قبل يومين حكى معي دكتور هو وعائلته وولاده سوان ولاده كلهم مرضوا. ف يعني صعب الواحد يحكم من حالة واحدة. في سؤال اجانا هلا بيحكوا انه لو انه حديثي الولاده ممكن انصابوا، ولو انصابوا هل بتكون اعراضهم ظاهره زي الاعراض عند الكبار؟ والله يعني حديثي الولاده هلا احنا ما في شيء من الجروب حدا طبيب اطفال امراض معديه، ما بعرف اذا رزان وزين عندهم خبره بالاطفال. أنا بعرفه في عن الدراسات اللي انعملت إنه they don't seem to have a lot of symptoms، وإنه حتى يعني الأميات اللي قدروا يرضعوا أولادهم إنه ما يعني ما كان في evidence إنهم they transmitted the virus، أو even if they did كانت very mild symptoms. بس هذا يعني sorry ما بعرف كتير تفاصيل الموضوع لأني مش ما بتعامل مع الأطفال كتير. عارف زينة إذا أنتي أنا بصراحة ما بتعامل مع الأطفال برضو، لكن بشكل عام إحنا نعتبر newborns high risk group، لذلك في العيادات بالinfection control بنحاول نتجنب إن نجيبهم على العيادة، وإذا جبناهم بأول شهر هو طبعاً فحصهم لازم يكون للnewborn في العيادة. بنحاول نعمل أول شيء telehealth ونجيبهم في أيام معينة تقلل الريسك لإصابتهم، في أيام ما يكونوا مختلطين فيها زي ما حكت الدكتورة رزان في العيادات. فإحنا دائماً بنعاملهم كhigh risk group في أول شهر، زائد لما نجيبهم with really strict precautions. بالنسبة ل reported cases أو the severity for the newborns أنا ما بعرف بصراحة كتير details عن هذا الموضوع. ممكن okay. نحكي على كان في report من CDC لنسبة الوفيات وتقييمها للعمر. أقل ناس عندهم نسبة الوفاة على بعد عن جميع اللي هم الأطفال من 5 سنين لتسع سنين، بعد هيك بتصير تزيد شوي 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 لما توصل يعني لعمر 60 و70 سنة بكون نسبة الوفيات أعلى. تحت الخمس سنين شوي نسبة الوفيات أعلى بالأطفال. المشكلة طبعا يعني البيبي ما راح يحكي لك يعني مش بشمش كويس أو حاس راسي بوجعني، حيكون الأعراض هو حيكون نكد شوي، ممكن حرارة، ممكن سيلان ألف، وهاي الأعراض اللي ممكن تشوفوها. وبتعامل يعني سوري للمقاطعة، عند النيوبورنز عادة بأني انفكشن السيمتومز مش كتير سبيسيفيك، يعني بيكون مثلا بتغير نشاط الطفل، ما بصحى يرضع، ممكن ما يكون عنده حرارة، يعني البرزنتيشن تبعت الأطفال كتير مختلفة عن الأطفال اللي أكتر من عمر سنة. سوري لمقاطعة الدكتور عماد بس لا لا مزبوط، هذا كان قصدي إنه ما في أعراض معينة تحكي لك هذا كورونا ولا لا. هو بالعادة الأطفال اللي كتير صغار زي ما حكيت أنا هدول هاي ريسك، أصلاً بدك تحاول تشيل دم من أي إشي، لأنهم أول شهر إذا صار معهم فيفر هدول بيعملوا لهم فول ورك أب، أكيد بيشتغلوا بالأطفال بيعرفوا أكتر يعني cultures, LPs, all of those things، يعني فإنه بدك تحاول تشيل دم as much as possible من ما أصلاً يصير عندهم أي إشي تاني كمان مش بس الكورونا فيروس. دكتور عماد كأنك كنت حكي في عندك تو سلايدز أو إشي بدك تحكي. بدي أحكي قبل ما الناس وزملائنا يطلعوا من الويبينار إنه في ريسورسز كتير مهمة. في الاي دي ويك هذا السنة كان أول يوم فيه اسمه تشيزنج ذا سان، وكان كله عن الكوفيد،
سبيكر من من احسن الاماكن ومن اول اوفر ذا وورلد، وفي منهم دكتوره اردنيه نتاشا صلحه يس هلسي سوري نتاشا هلسي. هذا فري للكل، يعني انت بس تروح بتعمل ريجستريشن اول يوم فري لكل الموجودين، يعني ما مش بتضطر تدفع اي شيء، وبتحضر المحاضرات اللايف وفي السلايدز. الشغله الثانيه في في شيا اللي هي اورجانيزيشن للهيلث للانفكشن كنترول والستيورد شيب، في عندهم كورس للانفكشن بريفنشن في المستشفيات، وعشان السنه هاي كوفيد عملوا هذا الكورس فري لاخر شهر 12 ان شاء الله انه يجددوه. بس يعني اذا واحد اذا في حدا كثير مهتم بالانفكشن كنترول وبده يتعرف اكثر يدخل على الشيا ويب سايت ويسجل بالكورس، هو فري لكل الهيلث كير وركر من هون لاخر السنه. الشغلة الثالثة إنه في عندنا جروب على الفيسبوك اسمها COVID-19 Infection Control for Jordani Healthcare Workers، وأي سؤال إحنا ما جاوبناه هون يا ريت الكل يعمل join. It's mainly for healthcare workers to the public، وأي إشي إحنا مستعدين نجاوب عليه من treatment prophylaxis ومن من Infection Control Policy. وشكرا لكم جميعا، احنا كنا على التايم هاي السنه. Quick comment على الفيت تيستينج، I think في question على الفيت تيستينج. USAID along with GAP is starting fit testing very soon in Jordan. I think that's coming up in the next few days, if not in the next week or so. اوكي يعطيكم الف عافيه، في اي شيء بتحبوا تضيفوه؟ طبعا شكرا دكتور عماد على الفيسبوك الصفحه اللي ممكن يدخلوا عليها المشاركين، وممكن انهم ما ينشروا هذا السايت لناس اكثر حتى يتم اذا في عندهم اي اسئله ولا استفسارات انهم ياخذوا اجوبتهم من خلالها. طبعا بنهايه التدريب لا يسعنا الا ان نشكر الدكتور عماد ابو سته المودريتور تاعنا اليوم، شكرا كثير على الاضافات والمحاضره القيمه. شكرا للدكتور حسام، احنا شفناك قبل هالمرة وما شاء الله عليك. شكرا للدكتورة رزان والدكتورة زينة، احنا اول مرة بنشوفكم، نتمنى ان نشوفكم بالمرات الجاية. شكرا كتير للشيرينج اكسبيرينس والنولج اكسشينج اللي بادرتوه معنا، وان شاء الله سبحانه وتعالى بيكون لكم اجر وثواب، وبنتمنى من الجميع الالتزام، لانه دايما دايما بنحكي احنا انه بقاعدة الانفكشن بريفنشن اند كنترول hand washing يعني wins always، يعني the golden standard. فان شاء الله تعمل برضو كمان لبس البي بي ايز بالطريقه الاكوريت والابروبريت، برضو كمان يعني it's the magic of eliminating infection transmission between the healthcare provider and the others. يعطيكم الف الف عافيه، ومتشكرين لكم ولجهودكم لوقتكم اللي اعطيتونا اياه، وبنفس الوقت بدي اشكر الحضور اللي استنوا معنا، فان شاء الله تعالى انه بتخلص هالكورونا وبترجع الايام عاديه والاوضاع عاديه، وبنلتقي بمواضيع ثانيه نحكي فيها ان شاء الله تعالى. يعطيكم الف عافيه، شكرا لحضوركم. شكرا كثير. العفو. Thank you for having us. شكرا لكم، شكرا، يعطيكم العافية، مع السلامة. مع السلامة. الله معكم.